باشمهندس عمر معانا النهارده ان شاء الله في المحاضره. إن شاء الله يا دكتور مع حضرتك. اهلا بيك حبيبي، اهلا بيك. هو الحقيقه النهارده يعني ميربي خلاص، يعني الموضوع الايزو اللي هو 9000 واحد، انا قصدت الحقيقه ان انا اديه باصله، يعني لان يعني مدير مشروع دولي يعني لازم اعرف يعني ايه ايزو. وباذن الله تعالى باذن الله تعالى هنعمل لهم كمان الفيدك، لاخر اصدار للفيدك برضه بنجهزه، يعني واخد مجهود جامد الحقيقه ومظبطه وبنعمله، عشان برضه ايه زي ما بنتكلم بنقول ان خلاص الخليج هيفتح تاني والعالم كله هيفتح تاني فتحه جامده، لازم نبقى مستعدين، لازم حركتنا تبقى سريعه. الناس لازم اللي ما عندوش فكره عن البيم لازم تيجي تشوف له بقى، اللي هو يعني حابب ان هو يتقدم، يعني لازم يبتدي يعرف يعني ايه بيم، يعرف يركز في حاجه، يعني لازم كل واحد بقى يبص لنفسه هو هيعمل ايه ويركز في الخمس شهور اللي جايين دول، انه يعني ايه يبقى يعني يقف على رجليه، واقف قوي يعني. ولا ايه رايك يا باشمهندس عمر؟ ايه طبعا يا دكتور، الله يكرمك يا دكتور. ربنا يبارك فيك يا حبيبي، واحنا شاكرين جدا والله على يعني وجودك دايما معانا وتشجيعك واخلاقك وعلمك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ربنا يحميك ويحفظك يا رب، ربنا يحميك ويحفظك. طيب انا بالتالي نبتدي، ولا هي الساعه كام دلوقتي بقى؟ 7 ولا لسه؟ لا 7:30 و5 دلوقتي. طب خلاص احنا برضو هنتكلم برضو في حاجات سابقه برضو في الاول، يعني الناس اللي جم قبل كده هيشوفوها. خلاص هنبتدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم مهندس حسين القاضي في لقاء رقم 28، اللقاء الثامن في الجزء الثاني من مجموع اللقاءات او مجموعه المحاضرات باسم رود ماب تو بي ان انترناشونال بروجكت مانجر، خريطه الطريق لتكون مدير مشروع دولي. و الحقيقه زي ما بنقول برضو وبناكد ان خلاص يعني يعني مش عايز اقول سنتين الكورونا خلصوا، لا يعني احنا ما عملناش، مش عايز اتكلم على كورونا، انا اتكلم على بنقوله ده يعني ايه بتاع صحابه بقى، انا هنتكلم على الموقف المشروعات في الفتره اللي جايه. الاخبار جايه لنا من حوالي شهر شهر ونص تقريبا ان البترول خلاص هيبتدي يشتغل تاني، وهيشتغل بعنف اكثر من الاول وكميات اكثر من الاول، وشركات كثيره داخل الخليج، شركات كثيره انترناشونال. ففي الحاله دي احنا لازم نعمل حسابنا ان احنا لازم ايه نتسلح بقى باقصى كميه كومبيتنسز اللي هي المقدرات بتاعتنا، بما فيها الانجليش بتاعنا، بما فيها اللي اتكلمنا عليه اللي هي معلوماتنا في اداره المشروعات او اداره الشركات، اذا كنت صاحب شركه او اذا كنت مدير شركه، او اداره البورتفوليو لو عندي بورتفوليو، او اداره البروجرام لو عندي بروجرام. فيعني لازم الفتره الجايه الخمس شهور اللي جايين دول كل واحد اللي عايز بقى، لان الدنيا مفتوحه، خلي بالك النهارده الدنيا مفتوحه والمنافسه شديده، يعني الهنود كتير جدا جدا، والناس اللي عايشين في الخليج عارفين الكلام ده، واقوياء جدا، خصوصا الشباب بتوع كيرلا اقوياء جدا جدا، ودول يعني ماسكين العالم كله، اي تي وماسكين مهندسه وماسكين وادمنستريشن ولانجوج، طبعا اقوياء الفلبينيين. يعني مش لو مش هتكلم على دول بس، انا بتكلم على ان هم يعني ايه يعني مش زينا، لا احنا احسن كتير، بس احنا عندنا حاجات رفيعه عايزه تتحسن بس. فباذن الله تعالى احنا يعني البرنامج الجميل اللي بداناه في مجموعه اللقاءات الاخيره، ان احنا ايه ندخل بقى في ايه؟ في حاجات مهمه اللي هتقابلنا، يعني الايزو 9000، لان انت كمدير مشروع هتدير ايه؟ ما هو انت لو انت ممكن تبقى كويس قوي والكمبيوتر بتاعتك عاليه جدا ومحاضراتك ممتازه، وانت فاهم كويس قوي اداره مشاريع ودارس كويس قوي
وقد تكون برضه واخد شهادات ودارس وعمال كتير، لكن ما عندكش نظام، او انت داخل في حته ما فيهاش نظام. فاحنا بنقول ان اقل نظام ممكن يشتغل معانا اللي هو الايه؟ الازو 9000 واحد. ده يعني اقل حاجه هنسميها نظام، وده اخدناه منين برضه؟ احنا برضه هندخل جوه البرزنتيشن شويه، الاجنده بتاعتنا ايه. احنا يعني انا ما قسمتش اللقاء الاول الحقيقه، النهارده اعتقد رابع اللقاء فيه، مش رابع او الخامس. فالمهم يعني ايه الكواليتي مانجمنت سيستم ريكويرمنتس اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، فده اللي شغالين عليه. هندخل دلوقتي على الايه الايفولوشن اوف كواليتي اشورنس سيستمز. دي بقى برضو انا دي كل مره انا بحب ادخل عليها عشان نعرف احنا فين. يعني احنا النهارده عندنا 1 2 3 4، ده التطور بتاع الكواليتي مانجمنت او الكواليتي اشورنس اللي احنا المفروض نبقى عارفينها. بدات بايه؟ بالاوبريتور كنترول، اللي هو اللي بيشتغل بايده بيعمل كنترول على نفسه. واحد صنايعي يعني صاحب ورشه، صاحب مصنع، اي بزنس بيعمله بنفسه. بعدين الفورمان كنترول اللي هو المراقب، بعدين انسبكتور المفتش كنترول كل ما البيزنس بيكبر، وبعدين يدخل على الكواليتي كنترول، وبعدين الكواليتي اشورنس. فدي 1 2 3 4 مراحل، وبعدين الكواليتي اشورنس. عشان بقى احنا موقفنا فين بقى بالنسبه للتطور اللي حصل في العالم النهارده؟ بعد الكواليتي اشورنس في ايه؟ توتال كواليتي مانجمنت، وفي 6 سيجما، وفي لين 6 سيجما. كل دي متدرج للايه؟ للكواليتي. والكواليتي هي الحكمه، نخلي بالنا. وكلمه كواليتي لازم نفرق برضو ما بين حاجتين. احنا بنقول كيو اي كيو سي، ده الكيو اي مش الكيو سي. الكيو سي بيبقى جوه الكيو اي، يعني بارت من الكواليتي من الايه من الكيو اي كيو سي. خلاص انه ده السيستم نفسه. فاحنا مطالبين بعد ما نعرف كل بعد ما نعرف الايزو ده نطلع التوتال كواليتي مانجمنت بقى اللي هو التوتال كواليتي مانجمنت موجود من زمان. يعني ديمينج دخل الكلام ده من الاربعينات، وامريكا كرشوها تقول اليابان راح ظبط اليابان، رجع امريكا تاني سنه 1980، ومن 1980 لغايه دلوقتي اشتغل بقى على امريكا لغايه ما مات سنه هو عنده 90 سنه. قعد يعني هو عنده 94 سنه توفي، يعني هو مات سنه 94. طبعا وراه بقى جوران ده اللي هو اليهود اللي بعتوه وراه عشان يكمل في اليابان برضه، وراهم كذا واحد يعني كل واحد ايه عمل ميثودولوجي وعمل في التوتال كواليتي مانجمنت. وبعدين في السكس سيجما، السكس سيجما دي كانت طريقه قياس احصائيه، يعني السكس سيجما اللي هي يعني كان زمان السكس سيجما اللي هي ايه؟ يبقى عندك 3.4 ديفكتس بير مليون عشان توصل للمستوى بتاع 6 سيجما، في 4 سيجما و5 سيجما و3 سيجما وهكذا. زودوا 6 سيجما دلوقتي في الحاجات اللي هي مثلا المشروعات اللي هي زي صواريخ الفضاء، زي الطيران، زي الحاجات اللي محتاجه دقه اكتر. يعني 3.4 ديفكت بير مليون، يعني كل مليون عمليه او مليون اكتيفيتي او مليون نشاط ليك الحق في ايه؟ 3.4 خطا. يعني النسبه بتاعت الجوده يبقى 99.999 حاجه. يعني دي عشان يبقى اسمي اشتغل بشتغل بالسكس سيجما. واللين 6 سيجما طلع ده اللي هي ايه؟ الصلاح على السكس سيجما. وكان الكلام ده برضه عشان نبقى عارفين الفروقات ايه؟ ما يبقى حد بيتكلم قدامي وانا مش عارف الفرق بين الاثنين. اللين 6 سيجما بتعمل ايه بقى؟ السكس سيجما ده قياس. قياس وبقت ميثودولوجي دلوقتي للمانجمنت. اللين 6 سيجما بنشوف ايه البروسيس كاجراء، يعني خطوات. يعني لو انا مثلا اعمل 100 خطوه عشان اعمل حاجه معينه، بيبص اللين 6 سيجما بيبص على الخطوات اللي هي نوت ادنج فاليو، ما بتضيفش اي قيمه للشغل بتاعي، وبت ايه وبت 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 وبتلغيها تلغيها، يعني بتقوم بالغائها. ال 6 سيجما وال 6 سيجما في بياخد شهادات، المفروض يدرسوا طبعا الكلام ده كله. يعني ايه بتيجي يعرف يعني ايه اسيستم، يعني ايه سكول بارت مان، الكلام ده كله اخره. نخلي بالنا ان دي ما ينفعش ادخل على دول وانا ده عندي ضعيف. زي ما انا بتكلم مثلا على ان انا هتكلم باللين كونستراكشن مانجمنت او باللين بروجكت مانجمنت او بالاجايل او بالسترام او بالكلام ده كله اخره، وانا ما اعرفش يعني ايه مانجمنت ولا فانكشن اوف مانجمنت، يعني مانجمنت كله بيسموه طرفول. انا طبعا ضد الكلمه دي، لكن انت لازم عارف اصلا المانجمنت اللي هو ايه. المانجمنت ده موجود مع بدايه البشريه مع الخلق.
فما احطوش على جنب اقول لا ده انا هشتغل باللين ولا بالاجايل ولا بالسكرام ولا الكلام ده كله، لا لازم ابقى عارف ده واطور نفسي اصلا للايه لاعلى حاجه اللي هي اللين وسكرام دلوقتي بالاجايل. طيب معلش انا بحب الحته دي، بحب اعودها كل مره عشان تثبت في دماغنا ونعرف ان اهميه اللي احنا بنعمله، يعني اللي احنا بنضيع وقت ولا بنضيع جهد، والكلام ده يعني يعني ايه ده فضل كرم من ربنا، هم يعني ايه يعني حطينا على الطريق، وان احنا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى يسترها لنا يعني. فالبالي كمان بقى اتكلمنا بقى في الكام ستايل اونين دول اللي هو السفن النوتس بتاعت كده، هنا السكيماتيك برزنتيشن للسنجل بروسيس، يعني ايه بروسيس؟ انبوت واوتبوت، وهنا شويه ايه اكتيفيتيز بنسميها اللي هي ايه ممكن نسميها سيستم، بيدخل شويه انبوتس هنا بنحط عليها اي بروسيس او اي عمليات يطلع اوتبوت من هنا. ده اختصار دي من الاساسيات بتاعت ايه اداره المشروعات، واي حد بيعمل اي حاجه هي كده يعني، اي حاجه عايز اعمل انبوت بعمل انبوت بعمل عليه بروسيسز وبيطلع من تاني اوتبوت. هنا بقى السورس اوف انبوت وين الريسيفر بتاع الاوت. فيعني انا بس الحاجات دي كلها برضو انا مش مستريحه، دي من جوه الايزو نفسها من جوه ال 9001 نفسها يعني. هنا بقى دي الفكره بتاعت اللي هي البلان دو تشيك اكت، اللي بلان دو تشيك اكت زي ما قلنا بسرعه برضو نبقى عارفين. انا بحدد الكلام ده، دي في كل محاضره بعيد هذا الكلام وبقوله عشان نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. النهارده اعتقد ان شاء الله باذن الله النهارده اخر محاضره في الايه في الـ في الـ في الـ في المواصفه نفسها، يعني النهارده بقى انتوا حصلتوا على المواصفه بتاعت 9001 اخر واحده اللي هي 2015 او 2017 على ما اعتقد، كلها خدتوها يعني خلاص موجوده معانا دلوقتي. والباشمهندس محمود كتر خيره هو بيقطعها بيحطها برضه على بتاع دي، اتس فيري 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 امبورتنت. وبرضه ما هوش سر، ده احد الموضوعات اللي بيعمل دكتوراه في بروجكت مانجمنت لازم يدرس ده، ويدرس ال 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 الانترناشونال ايه كونتراكتس اللي هي الفيدك وغيره. في اندراش بروجكتس ثانيه كثيره البريتش قوي جدا بتاخد منه الفيدك حتى يعني، يعني الفيدك اللي هو البريطاني العقد الانجل البريطاني اقوى من الفيدك، الفيدك بتاخد منه بس في كله معروف هو اللي ماشي هو اللي يعني ايه دوليا وعالميا هو اللي معاش حاجه مشهوره، عشان كده برضه احنا بناخد اخر واحد في الفيدك وبنحطه وبنحلله وبناخده كلمه كلمه عنده كلمه كلمه. برضه الموضوعين دول موضوعات من موضوعات الدكتوراه يعني، انا اعتقد انا يعني تاني مره سجلت الدكتوراه اخر كان هو في 2001 2002 اخذنا الفيدك اعتقد درست الفيدك بس ما كانتش الموجوده دي، الموجوده دي شامله جدا وهتعجبك ان شاء الله واي حد مهتم. وانا بدعو كل الناس انها تدخل تعرف، عشان احنا فعلا ده يعني بقى اتس ماست دلوقتي لان احنا رايحين فين، ودول من اهم نقطتين لاي واحد يدير مشروع، السيستم اللي انت هتشتغل عليه كمدير مشروع. انا ما عندكش سيستم لو انت عبقري زمانك، لو انت عبقري زمانك، ياما ناس بتدخل وعامله ما في يعني مموت نفسها وصرف على نفسها ودفع فلوس كتير قوي الشهادات ويدخل التوب مانجمنت بقى ما فيش سيستم ما فيش. فالناس يعني ايه بتبقى مش تتبسط امتى بقى؟ لما تشتغل في شركه مثلا بروجكت مانجمنت، تشتغل في بيكتل، تشتغل في بروجكتس، تشتغل في تكنيك، تشتغل في تشودا، تشتغل في الشركات اللي هي العالميه اللي هي اصلا فيها سيستم، السيستم بتاعها موجود. وانت فالمعلومات اللي خدناها لكم من اول لاخرها، انا مش ضد اي شهاده، بالعكس يبقى مش شهاده محترمه، اخذ بي ام بي، اخذ بلس 2، اخذ اي بي ام اي، اخذ يعني صرف على نفسه. لو ام بي اي يبقى حلو قوي لو يقدر ياخد ام بي اي عشان يكمل بعد كده يعمل دي اس سي، يعني 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 الانسان ما يقفش زي ما بقول اللي هي الكونتينوس امبروفمنت. يعني دي موضوعين مهمين جدا جدا جدا، وان شاء الله ربنا قدرنا وادينا القدره والعمر والصحه ان احنا نعمل لكم نعمل معاكم ايه العقد. يبقى انت اخذت السيستم الدولي واخذت العقد الدولي، اي حاجه ثانيه هتبقى مشابهه له خلاص. وانت فعلا يبقى انت انترناشونال، اي حته تدخلها عارف يعني ايه اي دي، عارف يعني ايه
او عارف يعني ايه فيديك. طيب الفيديك قايم عليه على النقطه البسيطه جدا اللي هي الدائره بتاعت ايه؟ بتاعت الدمج اللي هي بلان دو تشيك اكت. اعتقد ان دي هتبقى ايه يعني اخر مره هتسمعوها مني بقى، بس هنشوفها بقى، هنشوفها بقى في الفيديوهات. بلان فكرتها ايه؟ اولا دي هي تسمى باسم دمج لان يعني هو اصلا صاحبها شوهارت. شوهارت ده واحد يعني عالم احصاء، هو الاستاذ بتاع دمج. دمج عارفينه كلنا، دمج طبعا هو استاذ الجوده اللي هو ايه؟ كمان امريكا كرشته في الاربعينات، قالت له مشيته وراح اليابان اقتنعوا بيه، حجزوه عندهم 30 سنه، حاجه و30 سنه، ورجع بعد 30 سنه امريكا عشان ايه؟ يبتدي يطلع بيها سنه 80 81 بدا معاهم. المهم الدايره بتقول ايه؟ بلان دو تشيك اكت. يعني ايه؟ يعني ايه يعني بلان دو تشيك اكت؟ يعني ايه ايه الفلسفه اللي فيها او ايه العبقريه اللي فيها؟ بلان يعني خطط، يعني ما تبنيش اي شغل تكون مخططه، ما انت لازم تعرف انت رايح تعمل ايه؟ ما دي احد المشاكل الاساسيه اللي ما عندوش الكالتشر بتاعت انه يخطط. هو ينفع ان انا انزل الصبح مش عارف انا رايح فين وهروح بايه وهروح ازاي؟ ما ينفعش، انا لازم قبل ما اعمل مشواري الصبح اقول شمس عمر في اي خدمات رافعه في حاجه؟ شمس عمر في رافع ايدك في حاجه، في اي خدمات؟ طيب لا بالغلط، ده محمود مين؟ تمام، خلينا نزلها. محمود، محمود في حاجه يا محمود؟ في ايد مرفوعه يعني. طب خلاص مش ما فيش مشكله، مش مشكله انا طيب. فالمهم بلان يعني خطط، اي حاجه في الدنيا تخططها. لو انت حتى عايز تعمل ايه؟ لو انت عايز تتعشى بتقعد تخطط. بلان بلان يعني بلان وات يو وانت تو دو. هو يعني انا برضو انا بعمل كونديشن، انا ماي انجلش از نوت اكسلنت، انا انجلش بالنسبه لي ثالث لغه، انا يعني مش بالنسبه لي مش ماذر لانجوج، دي تكنيكال لانجوج. والحمد لله رب العالمين يعني ايه، ما بقولش ان انا وحش يعني، ما مش يعني بتواضع ولا بعمل، الحمد لله ماشي بيها وكل حاجه و100% وكل حاجه، بس الانجليش بتاعكم ارجوكم كل واحد اللي عايز بقى يتفوق ويشد يعني يبقى يعمل نفسه رايت تراك، الانجليش بتاعه يعوجه يعني، ياخد ال 12 ليفل بتوع الانجليش ويبتدي ياكل التي بقى ويتعوج ويبتدي يعني ياخد الاكسنت الامريكان اكسنت او بريتش اكسنت، يعني يبان ان هو يعني ايه كواليفايد. ممكن يبقى معاك شهادات قد كده بقد كده، الانجليش بتاعك تعبان، معلش انا اسف انا بطلع شويه بره الموضوعات بره التكنيكال، بس دي مهمه جدا جدا انك تقدم نفسك، انك تبيع نفسك كويس. طيب فبلان بلان وات يو وانت تو دو ودو وات يو ايه؟ وات يو هاف بلان. يعني ايه بلان؟ خطط اللي انت عايز تعمله واعمل اللي انت ايه خططته. خلاص؟ وانت بتعمل اللي انت بتخططه بيحصل ايه؟ في فرق. بتروح بقى وتقول لي قول له تشيك. تشيك ايه؟ الفرق ما بين البلان والدو. انا خططت ان انا اعمل مثلا 15 يونت من حاجه، جيت في الدو لقيت نفسي اعمل 16. فاما تشيك انا على اي يعني نفسي اني اعمل واحده زياده ابقى انا كويس. خلاص؟ لقيت نفسي اعمل 14 يبقى في مشكله، يبقى تشيك بلان دو تشيك. يبقى انا عملت ايه؟ 15 واحد يونت مثلا، او الكواليتي شكلها كذا. القياسات بقى اللي هي بقى فيها يعني القياسات بتاعتنا هنتكلم عليها بقى. وبعدين ايه؟ تشيك. بتشيك ايه؟ تشيك the difference between what you planned and you have done. خلاص؟ طب اكت. اكت ايه بقى؟ هنا اكت دي هي دي اعتقد دي اصل الناس حافظاها كده وخلاص مش فاهمه، او مش يعني محدش التفت لعبقريه الحته دي. هي بسيطه جدا، مش يعني مش قدره خارقه بتاع. اكت اون ذا ديفرنس بمعنى ايه؟ انا دلوقتي مخطط من مده شهر مثلا، خلاص جيت في اخر الشهر اللي انا خططته للشهر ده كان عندي فيه ايه؟ حصل فيه عندي ديفرنس. ديفرنس اما بعمل تشيك ده بحدد الديفرنس دي، بتحرك في اطار الديفرنس. انا مثلا اتاخرت مثلا يومين، انا بشتغل على اليومين، ما بشتغلش من الزيرو، ان انا عندي مشكله ان عندي يومين تاخير مثلا، او عندي 2 يونتس او 3 يونتس ما تعملوش في بين الاثنين دول. فالاكت دي اكت اون ذا ديفرنس. دي برضو يعني احنا يمكن عشان شفنا الكلام ده ايام ما كنا بنشتغل بايدينا، كل حاجه بنعملها بايدينا يعني حساباتنا كله بقى، فايه ففاكرينها يعني. فبلان بلان وات يو وانت تو دو، دو وات يو هاف بلاند، تشيك
between what you have planned and what you planned and what you have done. Act on the difference between the two. هدي بقى ال 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 الموصفة اللي معانا فيها تسع أبواب، تسع فصول. ثلاث فصول أولانيين توصيف بقى والفوكابولاري والكلمات اللي هتقابلك وحاجات ايه، شويه حاجات كده ايه هتقابلك. طيب ماشيه ازاي العمليه عشان نبقى فاهمين ماشيين ايه وعاملين ايه؟ انا بقول الكلام ده كل مره ولانه مهم جدا. احنا مش بنقول كلام عشان تروح تحفظ وتقرا ولا تسمع، لا لازم انت فاهم. طيب احنا اول حاجه ايه؟ كاستمر ريكويرمنتس اللي هو طلبات العميل. طلبات العميل اللي هيشتغل عليه يعمل عليها السيستم ده، ده الكواليتي مانجمنت سيستم، هو ده النظام بتاعي اللي هشتغل عليه. طيب عندنا الفصل الرابع فيه اورجانيزيشن اند اتس كونتكست، المنظمه اللي انا فيها والكونتكست بتاعها، وايه نيدز اند اكسبكتيشن اوف ريليفنت انترستد بارتيز، المتطلبات بتاعت اي حد اللي هي الايه اللي بيسموهم ايه الستيك هولدرز اللي هو الناس المهتمه. يعني الطلبات بتاعت ذيس بارتي موجوده من ضمن البنود بتاعت الفصل الرابع، والاورجنايزيشن بتاعتنا والكونتكست بتاعها تركيبها وكلامك من اول لاخره، ده ايه الفصل الرابع. الفصل الخامس في الليدر شيب. الليدر شيب دي اللي هي ايه؟ الاتش ار اللي هتشتغل بكل الكلام ده كله والياء والكلام بتاعت فهي اللي ايه؟ اللي هيتحرك حواليها بقيه الايه؟ البلان بوتشي بتاعتك. خلاص؟ طيب الفصل السادس اللي ايه؟ البلاننج. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان نعرف احنا ماشيين ايه؟ هي مش قصه برضه، هي مش احنا بنقراها وبن بعد اذنكم بس عشان احنا ايه؟ يعني بقاش موضوع حفظ ولا شهاده ولا ورقه ولا مذاكره، لا فاهم؟ لما تيجي بقى تقرا وتدرس وتخش الموضوع كده موضوع سهل جدا، ما هوش مش يعني مش كهنوت يعني، ولا هو حد يعني تخصص فيه بقى يعني بتاع، لا. المهم هندخل على ايه؟ ده الفصل الثالث اللي هو البلان، احنا الليدر شيب اهو احنا خلصناه الفصل ده واتكلمنا، اتكلمنا على الفصل الرابع وخلصناه، الخامس وخلصناه، الثالث بلان وخلصناه، وبلان ده اكبر حته على فكره، اكبر فصول. بعد كده في فصلين اللي هو السبورت والاوبريشن. احنا خلصنا السبورت وجزء من الاوبريشن. يبقى احنا فاضلنا هنتكلم على ايه النهارده؟ على الاوبريشن، بقيه الاوبريشن اللي هو التشغيل. خلاص، والبرفورمانس ايفالويشن اللي هو الايه اللي تشيك، يعني بقيه الاوبريشن ده هيكمل لي الدو، يعني الدو دي بعمل سبورت للعمليات بتاعتي وللعمليات بتاعت الاوبريشن بتاع هو الاوبريشن التشغيل بتاعي. البرفورمانس ايفالويشن بقى اللي هو ايه الفصل التاسع، هو عنوانه فعلا كده. خلاص، تشيك اللي هي برفورمانس ايفالويشن، بيجي 10 بقى بنشوف ايه ال 10، الفصل ال 10 ده ما هو مش اكبر واحد ده يعني صغير سلايز بتاعته ولا يقول حاجه، بس ايه مفيد بقى، هو الزبده بقى البهريز بتاع الموضوع من اول اخر. وبتمشي الدايره بعد كده عشان يبقى في كونتينوس امبروفمنت عندك في ايه ده الديفولت ده. خلاص، النتائج بتاعتنا اخرها هتبقى ايه؟ الريزلتس اوف ذا ايه؟ كواليتي مانجمنت سيستم، حققنا الكاستم ساتسفاكشن وطلعنا برودكتس اند سيرفيسز. احنا اللي بيطلع عندنا ايه؟ بندي برودكت اللي هو كونكريت برودكت، يعني منتج، بنتج عربيه، بنتج اكل، بنتج شرب، بنتج حاجه ملموسه يعني، او سيرفيس اللي هي الخدمات، بريد، تعليم، يعني الحاجات اللي هي خدمات يعني. خلاص؟ طيب الكلام ده بقى ده اللي هو ايه؟ الكلام كله ده موجود طبعا وده كلام عام، فهنمشيه عشان نوصل لايه؟ للي احنا وصلنا له. او ادي العشر فصول، السكوب، النورماتيف ريفرنس، والتيرز اند ديفينيشن. قلنا الثلاث فصول الاولانيين دول اللي هم ايه؟ التقديم بقى، السكوب بقى اللي هو السكوب اللي هو معلش احيانا العربي يفوت استغفر الله يعني، انا مش انا مش بعرفه يعني، ببقى يعني متحفز وعايز اخلص، فبقى ايه؟ السكوب اللي هو معلش انتوا عارفين كلكم السكوب اللي هو مجموع الامور اللي معايا يعني. نورماتيف ريفرنس اللي هو المراجع، تيرمز اند ديفينيشن اللي هي التيرمز اللي هي الفوكابلري بتاعي، والتعريفات دي اللي تصل الاولانيه. بعدين من بقى من اربعه زي ما بنقول الكونتكست اوف الاورجنايزيشن، الاورجنايزيشن بتاعتي بقى
تركيبتها ازاي وركونها ازاي وبتشتغل ازاي وظروفها ايه والاوبريشن بتاعها ماشي ازاي، كل ما تخلص بيها. نمره خمسه الليدر شيب، اللي هي بقى بتتحكم في ايه؟ في الايه؟ في بقيه في كل اللي جاي، اللي هو 1 2 3 4 5. البلاننج دي اللي هي ستارتنج بقى، اللي احنا بنشتغل بقى بلاننج اللي احنا اتكلمنا عليه وخلصناه. السبورت برضه اتكلمنا عليه وخلصناه، السبورت بتاع الاوبريشن والاوبريشن، دي الحتتين دول هم ايه؟ اللي هو الدو خلاص. وبعدين البرفورمانس ايفالويشن بقى اللي هو الايه؟ التشيك. والامبروفمنت اللي هو ايه؟ اكت اون ايه؟ اون ذا ديفرنس. وده الايه؟ اللي هو طول ما انا بشتغل بالكواليتي سيستم لازم اعمل هذا الكلام. لازم يكون عندي سيستم عشان اول ادخل على كواليتي مانجمنت، ويبقى عندي نفس الكلام عشان ادخل على سيجما وعلى اللي سيكس سيجما. خلي بالك يعني ما فيش حاجه بتموت اللي قبلها، يعني يا رب الرساله تكون وصلت. ونقول برضه الكلام ده ليه؟ عشان مش كل واحد تسمع مثلا ايه، ده في حاجه اسمها ايه جرين بيلت، لا ده في بلاك بيلت، لا في ماستر بلاك بيلت، اروح اخدهم. هو انت لو انت مش هتشتغل في الكواليتي، لو مش هتتخصص في الكواليتي ما تاخدهمش، لو انت مدير مشروع ما تاخدهمش. يعني ده تخصص وجميل، تخصص جميل وقوي جدا. طب ايه رايكم بقى ان الاتش اس اس اي اللي هي هيلث سيفتي والسكيورتي والانفايرمنت، في فتره من الفترات هنا في مصر كانوا شغلتين، واحد مدير مشروع وواحد اتش اس اس اي. فوجئت ان الاتش اس اس اي بتاع الهيلث مش بتاع الكيو اي سي، لا ده اللي هيمسك السيفتي اللي احنا بنصطلح ان هي يعني ايه، دي حاجه بسيطه نقول بيعملوا ايه دول يعني، فاهم؟ الراتب بتاعه قد الاكثر من البروجكت مانجر، يمكن مره ونص ولا حاجه. هو حصلت معايا برضه قريب هنا لما جيت اخر مره اشتغلت في الساحل الشمالي استشاري هناك، برضه واحد بتاع سيفتي ساب بتاع، هو شاب كويس مش مهندس، مش مهندس. فالمهم يعني ايه؟ يعني انت لو المكان اللي يعجبك ركز فيه وتخصص. بس احنا الكلام اللي بنقوله ده عشان نبقى عارفين برضه، هنتكلم على النولج بتاع البروجكت مانجر. بنخاطب البروجكت مانجر لازم يبقى عارف الكلام ده كله. يعني بنقول ده مش حاجه مش مهمه، لا مهمه البروجكت مانجر. اللي عايز تشتغل في اي واحده منهم عشان في الكواليتي لازم يبقى عارف الكلام اللي بنقوله ده كله. نقول اخر السيركلز اللي ورا بعضها دي اللي هي بادئه من تحت خالص، اللي هو الثمانيه ستيبس عشان نوصل انه يبقى لين 6 سيجما، لازم يعدي عليهم، لازم يعرفهم، يعرفهم كويس قوي، ولازم يعرف كواليتي كنترول. يعني شغل الكواليتي اللي عايز يتخصص في الكواليتي، اللي عايز يتخصص يعني ايه في اي حاجه في التكنيكال اوفيس لازم يبقى عارف البيم كويس قوي. خلاص خلصت خلصت، اللي مش عارف بيم خلاص ده يعني ايه يبطل يعني، لازم ده. البيم موجود من 2005 2006، كان مغير لكده تماما. دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحميكم ويحفظكم الشباب كلهم، يعني الحمد لله رب العالمين. طيب الكويت مانجمنت سيستم ريكوايرمنتس، قلنا بقى ايه؟ ادي السكوب اهو، نورماتيف ريفرنسز، الكونتكست اورجانيزيشن ده اللي هو ايه، دول ده الكونتكست بقى في ايه؟ اللي هي الفصل الرابع اللي هو بدايه الشغل بتاعنا. الليدر شيب اهو احنا قلنا عليه واتكلمنا عليه وموجود متسجل كل حاجه. ادي الفصل بتاع، ادي الايه؟ ادي البلاننج، ادي البلاننج، ادي البلاننج اهو. وبعدين البلاننج باخد بتاعك، بعد كده ايه السبورت بقى اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو الريسورس بتاعتك اهي، الانفراستراكشر والكلام ده اهو. ادي كل ده موجود احنا اتكلمنا عليه، كل عمليه بتفصيل. وادي الريسورسز والمونيتورنج والاورجنايزيشن الاورجنايزيشن نولج، ده كل ده سبورت بقى، الكومبيتنسز والاويرنس والكوميونيكيشن دوكيمنت انفورميشن. دوكيمنت انفورميشن برضه احنا اخدنا الدوكيمنت مانجمنت، مش كده؟ اخدنا الدوكيمنت مانجمنت، اخدنا لقاء قوي في الدوكيمنت مانجمنت برضه. بس لسه فايض الفايلنج سيستم برضه عايز اجهزه برضه ونعمله مع بعض. الدوكمنت انفورميشن، شوف كل الحاجات السبورت دي اللي هي ايه؟ الحاجات اللي موجوده اللي هتقابلنا وهيبان اكتر لما هنتكلم على الكونتراكت، هيبقى جميل جدا برضه، هنبسطه عشان نعرف ان قد ايه الكلام ده مهم.
يعني ناس بتدخل بيقول لك، يعني سؤال غريب جدا برضه شفته قريب، يعني الناس بتقول يعني لو عينوك، لو قالوك انت بروجكت مانجر ايه اول خطوه تعملها؟ انا بستغرب يعني، في اختلافات كتير، بس هي طبعا يعني اول حاجه تعملها انك تعرف انت رايح فين؟ ده مشروعك ده ايه؟ لازم تعمل ايه اول حاجه؟ تعرف العقد بتاعك، انت هتشتغل ايه ولا هتعمل ايه ومسؤولياتك ايه وهتنفذ ايه. لازم اول حاجه تتعمل في اي مشروع تاخده انك تقرا العقد. العقد ده مش شروط عمل شروط خاص، يعني الفيديكس شروط عمل شروط خاص. اللي ما عندك العقد هنتكلم عليه برضه، انا مش هخش على الفيديكس على طول، هنتكلم على ايه عقد. العقد ده مجموعه ست سبع ايتمز كده هيبانوا ان شاء الله، هنتكلم على العقد. بس بعد فرصه عشان الدوكمنت، الدوكمنت كنترول نخلي بالنا برضه. دوكمنت كنترول ما هو ده من اهم الحاجات اللي في المشروع. المشروع بيخلص وبينتهي، الدوكمنت كنترول طبعا النهارده يعني ال 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 البيم خلاص دلوقتي اللي بيشتغل بيم صح، بيم صح ما شاء الله، يعني عنده كل حاجه خلاص، ما بقاش عنده مشاكل تكون من الاول لاخرها. الدوكمنت كنترول معاه، الدرونز معاه، كل حاجه معاه، الكواليتي معاه، كل حاجه دخلت معاه خلاص. فالمهم دوكمنت كنترول المشروع بيخلص بيظهر لي الدوكمنت بتاعه. الدوكمنت ده في اي كليم يحصل، في اي مطالبه، اي كورت كيس، اي قضيه، اي خلاف، اي حاجه في الاوبريشن نفسه وهو بيشتغل، حاجه تتعمل، الدوكمنت هو اللي بيبين. يعني الدوكمنت ده حاجه من الحاجات الهامه جدا جدا جدا. طيب هنا بقى ايه الاوبريشن؟ بنتكلم بقى على الاوبريشن اللي احنا ايه ده، احنا كنا واقفين عند مش عند النقطه دي، احنا كنا ايه خلصنا لغايه، احنا مش عايزين نعيد الكلام ده تاني عشان ايه يعني عايزين نخلص النهارده ان شاء الله، نخلص دي لان انا برضو في دماغي عايز يعني اعرض عليكم مخرجات الكلام ده، او ازاي الكواليتي از توتاليتي. طبعا شغل الكواليتي مانجر، كواليتي مانجر بس برضو انت كبروجكت مانجر تبقى عارف، يعني اول حاجه هتطلع من الكواليتي اللي هي الايه، الكواليتي ال ال مش الكواليتي بلان، لا الكواليتي هنتكلم عليه، واحده واحده، اللي هو معلش يعني انا عشان بجري بسرعه معلش سامحوني. يعني الاوبريشن اهو في ريكوايرمنتس، الاوبريشن ريكوايرمنتس اوف برودكتس، بعد كده ايه ريكوايرمنتس اوف برودكتس اند سيرفيسز، تشينج اوف ريكوايرمنتس، كل ده احنا ايه اتكلمنا عليه، الاوبريشن بقى توصيف بقى الديزاين والديفلوبمنت اند برودكت سيرفيسز ازاي، البلاننج بتاعه والديفلوبمنت بلاننج بتاعه والديزاين برضه، يعني كل الايه الخطوات كده بريك داون، يعني ايه ثم ايه ثم ايه ثم ايه، احنا كل ده اتكلمنا عليه واتكلمنا عليه وقلناه. ده شغل اوبريشن اهو. خلاص هنا بقى اتكلمنا عن نقطه ايه، كنترول اكسترنال بروفايد بروسيسز برودكتس اند سيرفيسز، الحاجات اللي هي ايه الحاجات اللي هي الخارجيه اللي عندها بفضل من الخارج، التايب اند اكستنت اوف كنترول بتتعمل ازاي، الاوبريشن اهو، كل ده اتكلمنا عليه وموجود ومسجل والى اخره. طيب هنا بقى هنبتدي ايه نقول، نطلع من اللي قبل دي عشان ايه برضه ناخد من اول. ايه ال 8 في الاول اوبريشن برودكشن اند سيرفيس بروفيجن، خلاص اللي هو ايه الانتاج لتقديم الايه الخدمات، كنترول اوف برودكشن اند سيرفيس بروفيجن. انا براقب بقى الانتاج وتقديم الخدمات ازاي. The organization shall implement، احنا الحته دي احنا بدأناها من ثلاث سلايدز دول، بس انا قلت ابدو من اول النقطه البرودكشن سيرفيس بروفيجن عشان ايه يبقى بنكمل عليها، ما يبقاش بادين يعني ايه حته من نصها. Production and control and service provision organization shall implement production and service provision under control condition. لازم المنظمه توفر ايه، لازم يعني هي المنظمه دي اللي هي يعني الاورجنايزيشن هو التنظيم، تبقى شركه، تبقى بقى هيئه، تبقى مؤسسه، تبقى وزاره، يعني اي اورجنايزيشن، يعني حاجه
نظام يعني او تنظيم. شال امبلمنت لازم ايه؟ لازم ايه؟ ينفذ البرودكشن وسيرفيس بروفيجنز اللي هو تقديم الخدمه او المنتج بايه؟ بكنترول كونديشن، بشروط ايه؟ خاضع للرقابه. يعني مفيش حاجه في الدنيا ما بتخضعش للرقابه. زي ما قلنا احنا ان المانجمنت يعني ايه؟ بلاننج، اورجنايزنج، ليدنج وكنترول. تخطيط، بلاننج، اورجنايزنج، تنظيم، ليدنج، قياده، كنترول اللي هي الايه؟ اللي هي الكنترول اللي هو في المونيتورنج والكنترول اللي هي الكنترول كونديشن اللي هي ايه؟ الرقابه يعني. طيب كنترول كونديشن شال انكلود از ابليكابل الكنترول كونديشن بقى الشروط للكنترول بقى شروط الرقابه لازم يبقى فيها ايه؟ اول حاجه ذا افيلابيلتي اوف دوكيومنت انفورميشن ذات ديفاينز لازم يكون في هتلاقي الكلمه دي كتير قوي برضه الدوكيومنت انفورميشن اللي هي ايه؟ المعلومات الموثقه يعني اي معلومه مش موثقه زي ما بيقولوا عارف ايه بي 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 في الكواليتي يقول لك ايه؟ اما تيجي تتكلم كواليتي مانجر ولا بتاع يقول لك ايه؟ ما بسمعش انا عايز حاجه مكتوبه. ف دي حاجه حركه قديمه يعني كان بيعملوها زمان عشان يعلمونا ان مش حاجه تبقى مكتوبه كل حاجه تبقى مسموعه او بالكلام يبقى حاجه تبقى دوكيومنتد. ف availability of documented information that defines تحدد ايه بقى؟ characteristics of the products to be produced, the services to be provided, all the activities to be performed. كل characteristics المواصفات خصائص او خصائص المنتج اللي عايزين ننتجه او الخدمه اللي عايزين نقدمها او الانشطه اللي احنا عايزين ايه نؤديها. لازم يبقى في دوكيومنت انفورميشن لهذا الكلام. متوصف ومخطط ومحطوط وقد ايه وامتى وبرنامج تبقى ايه واضح. The results we achieved وعندي ايه؟ الدوكيومنت انفورميشن بالريزلتس اللي انا عايز اكملها. يعني كل الخطه بتاعتي لازم تبقى ايه؟ باينه مكتوبه مش هقول لك ما احنا عارفين ما هي ماشيه كده لا مكتوب مهما كانت مهما شفت ان هي يعني عاديه وانت تعرفها والناس كلها تعرفها كان كله ما فيش حاجه اسمها كده. مشروع لازم يبقى من اول لحظه تفكير فيه لغايه اخر ثانيه فيه يبقى له دوكيمنت. كل حاجه لها دوكيمنت ده مش ورق ده مش تعقيد خلي بالنا مش تعقيد مش ورق لا دوكيمنتد results to be achieved يبقى انت لازم ايه يبقى بتحدد ايه الريزلتس اللي انت النتائج اللي انت ايه عايز لازم تتحقق يعني. The availability and use of suitable monitoring and measuring resources اللي هو ال availability اللي هي توفر الموارد الريسورسز اللي هي هتحقق لي ايه؟ اللي هتخلي لي اعمل مونيتورنج صح يعني مونيتورنج اللي هراقب الكلام صح واقيس الايه؟ الحاجات صح. Implementation of monitoring and measurement activities as appropriate stages to verify the criteria for control of processes or outputs and acceptance criteria for products and services have been met. اللي هي ايه؟ تنفيذ انشطه المراقبه والقياسات والقياس في ايه؟ في at appropriate stages في المراحل الايه المناسبه. محتاجين يعني نعرف التيرمز من اول لاخرها. وده على فكره هذا الكلام انا مش مالفه انا واخده كوبي وبيست كاتبه بس كوبي بيست تيبيكال من المؤسسه نفسها يعني الكلام اللي هيبقى شاطر ويدخل ويعرف الكلام ده ويستخدمه ويقدم بيها هيبقى كسب حاجات كتير قوي. To verify that criteria for control processes of for outputs استيفاء معايير التحكم في العمليات ومفردات معايير القبول منتجات الخدمات. Okay. That the use of suitable infrastructure and environment for the operation of processes. استخدام infrastructure البنية التحتية وبيئة مناسبة environment مناسبة للايه؟ الاوبريشن
للتشغيل لعمليات التشغيل. خلاص؟ طيب. بعد كده النقطة اللي بعد كده ايه؟ معلش الكلام في فوق ده اللي هو نفس الكلام بس بيكمل بقى اي اف كاست. The organization shall implement production and service position and control conditions shall include as applicable. يعني دي ال conditions اللي هي ايه المطلوبة يعني. The appointment of competent persons اللي هو ايه؟ تعيين أو توظيف الأشخاص competent اللي هي ايه؟ القادرين. الكومبيتنس اللي هي المقدرة. البيرسونز اللي هم اللي عندهم القدرات اللي هم ايه يقدروا يعني ينفذوا هذا العمل including any required qualifications بما فيها ايه اي مؤهلات مطلوبه ثانيه. يعني يبقى في كومبيتنسز هنتكلمنا في اول لقاء خالص افتكر في تقييم مدير المشروع. طبعا دي عدت يعني الناس كتير ما خدتش بالها منها او ما دخلتهاش الاهميه بتاعتها. في ثلاث حاجات اللي هي البرسبكتيف والبيبل والبراكتس. ثلاث حاجات دول في اللقاء الثاني هي طويله شويه هنرجع لها ان شاء الله. هنتكلم عن كي بيرفورمانس انديكيتورز وهنعرف بالظبط مدير المشروع بقى بالديتيلز الكي بي ايز كلها اسمها يعني زي كومبيتنس بيز لاين في الايه الكومبيتنس يعني كي بي اي يعني الايه كي بيرفورمانس انديكيتورز دي كومبيتنسز بيرفورمانس انديكيتورز هي الكي بي ايز بالظبط. يعني انا كمدير مشروع لازم الايه القياسات بتاعتي ابقى عارف ايه وايه وايه ودرجه ايه ودرجه ايه ودرجه ايه ودي موجوده في ثاني لقاء. The validation and periodic revalidation. التحقق وإعادة التحقق. الدوري من القدرة على تحقيق النتائج. The measure of the ability to achieve planned results. اللي هي القدرة على تحقيق النتائج المخططة of the processes for production and service provision. اللي هي زي ما قلنا دايما هنلاقيها كتير قوي. اللي هي production and service provisions اللي هو ايه تقديم المنتج والايه والخدمه. Where the resulting output cannot be verified by subsequent monitoring or measures. الكلام ده معناه ايه؟ اللي هو التحقق وعدم تحقق الدوري من القدره على تحقيق النتائج المخططه لعمليه الانتاج وتقديم الخدمات. لما حيث لا يمكن التحقق من المخرجات الناتجه عن طريق المراقبه او قياس اللاحق. ان انا يعني ايه؟ ان ما فيش حاجه افوتها. لازم كل حاجه تبقى متقاسه ومعينه ومحطوطه مظبوط. The implementation of actions to prevent human errors. ان انا بنفذ الاجراءات اللي هي implementation الاكشنز الاجراءات او الاعمال اللي هي بتمنع لي الهيومن ايرور الخطا البشري. يعني احتمال الخطا البشري يبقى بعيد جدا. The implementation of release, delivery, and post-delivery activities. Implementation of release. Release زي ما ايه اللي هي release المفروض انت ايه الافراج يعني انك تفرج عن حاجه. بس هي يعني انت you are releasing something يعني سبت حاجه معينه او افرجت عنها او خلصت. فاهم ازاي؟ وديليفري هو هنا بيفرق ما بين الاثنين. هو انا خلصت حاجه بس ما سلمتهاش. فبيقول لك ادي افراج وادي ايه ديليفري انا اسلمها. والبوست ديليفري اكتيفيتيز ان انا اللي خدمه ما بعد البيع اللي هي من اشهر الحاجات اللي هي موجوده دلوقتي في اي شغل يعني. طيب الايدنتيفيكيشن اند تريس ابيليتي اللي هو التحديد ايدنتيفاي يعني تحديد الاي دي في الاي دي يعني تحديد تريس ابيليتي في ناس بتسميها تراكت ابيليتي او تريس ابيليتي اللي هو التتبع يعني ان انا ايه ازاي اتتبع المنتج بتاعي او الخطوات اللي انا بعملها او لا. الايدنتيفيكيشن هو التحديد اي دي كل حاجه كل حاجه بنقول لها اي دي انا ليا اي دي يتشاف الاي دي بتاعتي بتاعتي بيجي اتعرف انا اسمي فلان وشركه فلانيه موجوده اللي هي الاي دي بتاعتي اللي هي اي برودكت اي حاجه لها اي دي. ودي على فكره برضه بتطلع من الاورجانيزيشن شارت او البريك داون يعني هو الاورجانيزيشن شارت نوع من البريك داون يعني فبيبقى بريك داون بحيث ان يعني ايه كل واحد يبقى له اي دي معين له هو. بتبان برضه معايا لما بنيجي نعمل ايه ورك داون ستراكشر لمشروع او اللي احنا بنعمل اوريجنال شارت بتاع شركه
او بتاع او اي حاجه، ان انا بقطع حاجه كبيره قوي بقسمها لغايه ما هي ما توصل لماينر اليمنتس. لو كانت لمشروع يبقى ورك باكج، لو كانت للشركه يبقى ده ايه الموظف اللي هو الليفل اللي هو بيشتغل يعني. طيب the organization shall use suitable means to identify outputs which is necessary to ensure the conformity of products and services. ال organization اللي هو المنظمه او التنظيم لازم يستخدم وسائل مناسبه suitable means للتحديد الاوتبوتس، اوتبوتس المخرج او النتائج which is necessary to ensure the conformity of products and services. لما يكون ايه ضروري عشان ضمان طبقة المنتجات والبرودكتس بتاعتي. لازم احدد الاوتبوتس بالظبط، كاركترستكس بتاعتها ايه، مقاساتها ايه، كل حاجه فيها، بحيث ان يعني ايه ابقى ضامن انها هتطلع بهذا الشكل. The organization shall identify تحدد the status of outputs with respect to monitoring and measurement requirements while production and service provisions. لازم يبقى ايه متطلبات المراقبه والايه والقياس، وانا ماشي فيه براقب وبقيس، براقب الشغل وبقيس، بقيس سواء بقيس تايم او بقيس مقاسات حاجه معينه، بقيس كواليتي، بقيس اي حاجه، مونيتور اند ميجرمنت ريكويرمنتس برودكشن اند سيرفيس بروفيشن، خلال الانتاج او الايه الخدمه او تقديم الخدمه، تقديم الانتاج او تقديم الخدمه. ماشي شارب كنترول ذا يونيك ايدنتيفيكيشن اوف ذا اوتبوتس وين تريس ابيليتي از ريكويرمنت. التنظيم او الشركه او لازم تعمل ايه؟ الكنترول بتتحكم في ايه؟ يونيك ايدنتيفيكيشن، التعريف يونيك يعني، يونيك يعني وحيد او فريد يعني، للنواتج ايدنتيفيكيشن اوف ذا اوتبوتس، يعني كل اوتبوت بيبقى له يونيك ايدنتيفيكيشن، بيطلع كذا اوتبوت مش اوتبوت واحد، فكل اوتبوت بيبقى له ايه؟ يونيك ايدنتيفيكيشن اوف ذا اوتبوتس وان تريس ابيلتي ريكويرمنتس. لما تبقى ايه؟ التتبع يبقى شرط، التتبع ده شرط وله دخل في البروسيس ان هو هيعمل disability يعني. And shall retain the documented information necessary to enable disability. فهمان ايه؟ documented information necessary to enable disability. ان انا اي حاجه بتحصل non conformity اي حاجه بتبقى لها document يقول والله انا عندي ايه حصل الكلام ده؟ وشوفوا حصل ازاي واسبابه ايه وكلام من اخره. ليه بقى؟ لان ده هيبقى ايه؟ هي انيبل التريسابيلتي، هيمكنني ان انا اعمل تتبع ومتابعه للموضوع. يعني انا يعني الحاجه هتبقى خلصت خلاص، المشكله اتنست، لو مش لا يعني لو قابلني مشكله او درس مستفاد زي ما بيقولوا، او الخبره ما بتتنقل بهذا الشكل برضه. لما يبقى عندي documented information دي اولا دي بتبقى ثروه للشركه، عشان كده كنا بنتكلم برضه على البروجكت لايف سايكل، مش ما بتكلمش على بي ام بي، انا بتكلم على اللي هي اللايف سايكل بتاع المشروع. في الاخر بيبقى فيه ايه اللي هو ايه البروجكت كلوز اوت اند ايه اند بوست ايفالويشن، ايفالويشن بتاع كل الدروس المستفاده اللي فيه بالدوكيومنتيشن بتاعها، بكل حاجه موجوده لازم تبقى موجوده جوه الايه؟ جوه التسليمات ده، يعني اخر حاجه بتبقى ايه؟ سواء لجميع الاطراف، لو للمالك لازم ياخد كل حاجه، المقاول لازم هو واخد كل ما يهمه الحاجات اللي تهمه، الاستشاري طبعا يبقى في ايه؟ اللي هو ايه؟ البوست ايفالويشن، اللي هو ايه؟ التقييم بتاع كل الحاجات اللي فاتت من اخرها. النهارده طبعا بعد اذن الباشمهندس عمر برضه هنتكلم كتير على البيم، بس انا مهتم بيها لان بقت يعني ايه؟ اتس ماستر دلوقتي، اللي هي الحاجات دي كلها لو انا بشتغل بيم صح الكلام ده كله بيتعمل صح. طيب
طيب احنا عملنا ده الكلام ده. طيب property belonging to customers or external providers، الممتلكات الخاصة بالعملاء. يعني أنا دايما لو أنا بعمل مشروع بيبقى عند عميل، يعني أنا بعمله في، لو أنا ببني مصنع في أرض بتاعت عميل، لو ببني مثلا في عمارة في أرض بتاعت عميل، يعني في حاجات تبقى إيه property belonging to customer. أو ممكن يبقى مثلا في قطاع بترول، مثلا في اويل فيلد كبير، يعني في حاجه اسمها حاجه ملكيه الكاستمر اللي هو العميل اللي هيستلم مني الحاجه، او الاكسترنال بروفايدرز اللي هم الايه اللي بيدوني خدمات خارجيه، سواء عندي سب كونتراكتورز، عندي سبلايرز، عندي سب كونسلتنتس اللي هو الاكسترنال بروفايدرز. يعني لان انا اي شركه او اي مؤسسه او اي شغل، ما فيش حد يعتمد على نفسه كليات، هذا بسنت ما فيش يعني اللي بيعتمد على نفسه سوق يطلع برودكت يخدم صناعه ثانيه او يخدم تركيبه ثانيه. انما انك تعمل كل حاجه، يعني العربيه دي، السياره اللي هي اللي انا بنشوفها بتركب في دقائق دلوقتي بالروبوت وبالسيستم بتاعتها، الازاز جاي من حته واللمبه جاي من حته والصاج جاي من حته والكراسي جاي من حته، يعني دي ممكن يبقى اكسترنال بروفايدرز، ويبقى قطاع ثاني غير قطاع التركيب يبقى اسمه اكسترنال بروفايدر. فالبروبرتي بيلونج تو كاستمرز، هتعامل ازاي مع الكلام ده بقى؟ مع الحاجات اللي هي تخص المالك او تخص الايه البروفايدرز بتوعي، اللي هو سواء او الباطن او سبلاير. The organization shall exercise care with the property belonging to customers or external providers while it is under the organization's control or being used by the organization. النظام لازم تتوخى الحظ من الممتلكات الخاصة بالعملاء أو مقابل خدمات خارجية. يعني أنا بشتغل عند العميل، بعمل شغل عنده، لازم أخلي بالي من إيه؟ كل ممتلكاته. يعني ممكن يكون العميل عنده مثلا معدات، عنده حاجة او اي حاجه، لازم يبقى ايه ان انا يعني ايه يعني ابقى حذر مع الممتلكات الخاصه بتاعته، وبرضه او هو هيشتغل بحاجتي، يعني العلاقه اللي بينه وبين العميل، يعني او الايه او الـ او اللي هو الاكسترنال بروفايدرز. لو انا حد مثلا مقاول عندي، مثلا جايب لي أجهزة، جايب لي حفارات، جايب لي معدات، جايب لي أي حاجة، فدي إيه؟ external providers. لازم برضه نحافظه على حاجته، لازم هو برضه علاقته بيا تبقى إيه؟ لها شكل يعني. فالكلام ده كله، ده بشر الكلام ده كله، خلي بالك. The organization، وكلام يبدو إن هو شكله دم مشترك مع بتوعك، هتركز وتبتدي تبصصه بقى بإيدك، تعمل له كده نوع من هكر التنظيم، هيبقى جميل جدا. أنا عشان عامله لنفسي، يعني أنا ما حطيتوش هنا، يعني كل واحد بقى يجتهد. انا احط مثلا الفيرست لاين مثلا 1 2 3 4 5 6 7 10، وال 10 بقى اول الباب الاولاني بيتقسم لكذا وكذا وكذا وكذا، تعمل بريك داون بتاعه وبتفهم وتحس تبقى حاجه بايدك يعني. ودي طريقه حلوه ان انت تحفظ الحاجه وتعرفها من الفيرست برنسبلز، وهتفضل معاك عمرك ما هتنساها. طيب الاورجنايزيشن شال ايدنتيفاي فيريفاي بروتكت اند سيف جارد كاستمرز واكسترنال بروفايدرز بروبرتي بروفايدد for use or incorporation into products and services. التنظيم اللي هو بتاعي بقى، يعني انا بتكلم عليه بقى كمقاول بقى دلوقتي، بالله في الايمان. بالله في الايمان. يبقى لازم ايه ايدنتيفاي، ان انا بحدد identify وverify واتاكد واحافظ واحمي اي بروبرتي بروفايدد، اي بروبرتي، اي ملكيه، يعني سواء بقى ارض، معدات، خامات، اي حد لازم انا ايه احافظ عليهم، اللي هو المالك اللي انا بشتغل عنده. دي ان انا بستلم الارض او المكان اللي انا فيه كل حاجه عشان استلمه منتج نهائي، فدي حاجته لازم اعرف اتعامل معاها ازاي. ودي كان يكون بيبقى واضح ولو بروسيسز ولو كل حاجه عشان تحدد. تم يبدو
صعب، لكن مش صعب ولا حاجه، مش صعب. يعني لو حد يعني حب هذا الكلام وحب يشتغل في الكواليتي وتخصص فيه مفيش مشكله، بس برضه انا بقول لكم احنا بندي هنا القصور بتاع، مش القصور، الاساسيات بتاعت كل حاجه انت تعرف كبروجكت مانجر، واللي عايز يتخصص لازم يعرف هذا الكلام، يبتدي من دي ويطلع بقى يبص زي ما هو عاوز يعني. When the property of a customer or external provider is lost, damaged, or otherwise found to be unsuitable for use, the organization shall report this to the customer or external provider and retain documented information on what had occurred. إذا حصل إن البروبرتي أو الملكية أو البروبرتي أو الممتلكات العميل أو السيرف بروفايدر لوست يعني ضاعت، دامجت، حصل لها دامج، دامج يعني اللي هو تلف يعني، أو أي حاجة تحصل لها أو أنشطة فور يوز خليتها أشوف فور يوز، لازم أنا كشركة أو كمنظمة أو كمشروع لازم أعمل إيه؟ أعمل ريبورت للكاستمر بالكلام ده، أو للعميل اللي بيشتغل عندي، يبقى فيه ريبورت واضح وإيه اللي حصل والابلكيشن بتاعه إيه والكلام ده كله إيه، بحس إن يعني إيه بيبقى نوع من الفورمز يعني، بتبقى يعني بتتعمل اثناء ما انا بعمل كواليتي سيستم بتاعي. نوت، خلي بالنا، اي كاستمرز اور اكسترنال بروفايدرز بروبرتي كان انكلود ايه بقى؟ اللي كنا بنقول عليه دلوقتي. يعني ايه الممتلكات بتاعت الكاستمر اللي هو المالك او اكسترنال بروفايدر اللي هو الايه اللي هو اللي هو يا اما من اول باطن عندي، يا اما من اول مؤدات، يا اما مورد. كان انكلود ماتيريالز، ممكن يبقى له ماتيريال، ممكن يبقى المالك نفسه يورد لي ماتيريال خلاص، كومبوننتس او مكونات، تولز ادوات، او اكويبمنتس اللي هي معدات، او بريمسز، بريمسز اللي هي ايه؟ اللي هي مباني يعني، بريمسز اللي هي مثلا مكاتب، ورش، حاجات بريمسز، انتلكشوال بروبرتي اللي هي الملكيه الفكريه، اند بيرسونال داتا يعني ممكن المالك يبقى عنده يعني مثلا مصنع سماد، مصنع اي حاجه خاصه وله ملكيه فكريه محدش ياخدها بقى ويروح ايه يقلدها بره يعملها بره، بعتقد ان حاجه مالهاش صحاب، لا والحاجه لازم تحترم يعني. ماشي الحال؟ طيب احنا هنا بقى ايه في الايه؟ البريزرفيشن، الحفظ. The organization shall preserve the outputs during production and service provision. احنا بنقول ايه؟ production and provision دي زي ما قلنا مربوطه ببعضها. To the extent necessary to ensure conformity to requirements. التنظيم او الشركه او المشروع لازم ايه؟ يحفظ الاوتبوتس، يحفظ المخرجات اثناء اثناء برودكشن او سيرف بروفيشن، بيحفظ مستوى الخدمه او مستوى البرودكشن. طبعا ده بيعدي على مراحل، لو يعني حتى في الخدمات نفسها مراحل، يعني لو انا في مطعم الخدمات مثلا حاجه بتطبخ جوه لها مستوى معين، بتتحط في اطباق بشكل معين، بعدين بتتقدم بشكل معين، بعدين بتتفرج بشكل معين، كل دي ايه؟ مراحل الخدمات لازم تبقى برضو ايه؟ واضحه وايه؟ ونشيل كونفورمز ريكويرمنتس بحيث احنا نتاكد ان هي مطابقه للايه؟ للاشتراطات او للمتطلبات يعني. نوت، بريزرفيشن كان انكلود ايدنتيفيكيشن، الحفظ بقى بيشمل ايه؟ ايدنتيفيكيشن مون اي دي اللي هو الايه؟ التحديد، تحديد. هاندلنج، هاندلنج اللي هو بتاخد من هاند يعني، بيتاخد من واحد للتاني اللي هو المناوله. كونتامينيشن كنترول اللي هي الايه؟ التحكم في التلوث خلاص، يعني ما تسيبهاش تتلوث وبعدين اقول مثلا حصل حاجه، سواء تلوث بقى باي اشكال يعني. باكجنج اللي هو ايه؟ تعبئه، لو انا منتج بيتعبى مثلا بشكل معين. ستورج، تخزين،
ترانسميشن اللي هي النقل ترانسبورتيشن اللي هو الايه؟ النقل اللي هو ترانسبورتيشن من مكان لمكان، ترانسميشن اللي هو حوالينا يعني الحركه جوه مصنع جوه حته معينه، الترانسبورتيشن بقى اللي هو ترانسبورتيشن حتى على عربيات او حاجه وتمشي يعني او على قطر او على اي حاجه يعني، اند بروتكشن اللي هي الايه؟ الحمايه. دي تقع تحت ايه؟ الحفظ. ان انا لازم في السيستم بتاعي انا عندي البروسيجر او البروسيس اللي هي ايه؟ بتخليني احافظ على الكلام ده كله بشكل معين. والحاجات دي كلها من ابسط ما يكون. من ابسط ما يكون. طيب الاوبريشن كانت الاوبريشن لسه، احنا فين دلوقتي؟ في البوست ديليفري اكتيفيتيز. يعني احنا كنا بنتكلم على الاكتيفيتيز اللي هي قبل التسليم، بوست اللي هي ايه؟ اللي هي الدليفري، تو ديليفر بقى الايه؟ السيرفيس او الـ او الـ او الـ او البرودكت. خلاص؟ احنا دلوقتي بقى البوست ديليفري. The organization shall meet requirements for post delivery activities associated with the products and services. اللي هي ما بعد الايه؟ ما بعد تقديم الخدمه. هو دلوقتي بيسموها ايه؟ بيسموها اللي هي اسمها ايه؟ خدمه ما بعد البيع. يعني اللي هي ان انا هي مش ببيع حاجه خلاص بقى بنهي، لا، كل ما كان خدمه ما بعد البيع اللي هي البوست ديليفري سيرفيس، يعني بيبقى لك مده مثلا لك سنه صيانه مثلا، سنه ضمان، يبقى المكان بيبعت كل شهر مثلا، كل اسبوعين، كل مده معينه، لو جاله اي تليفون يروح يعملها، وكذا خدمات ما بعد البيع يعني، سواء بالنسبه للبرودكت او للسيرفيس. لازم يقابل اشتراطات يعني بتاعت الكلام ده كله اخر. خلاص؟ in determining the extent of post delivery activities that are required, the organization shall consider. وانا بحدد مدى البوست ديليفري اكتيفيتيز، وانا بحدد الانشطه عشان ما بعد التسليم اللي هي المطلوبه، لازم اكونسيدر يعني لازم ايه؟ اراعي حاجه مع حاجات معينه. اول حاجه statutory and regulatory requirements، ده برضه هنقول الكلمه دي موجوده كتير، اللي هي ايه؟ المتطلبات statutory اللي هي المتطلبات القانونيه، والريجولاتوري اللي هي ايه؟ التنظيميه، القانونيه او التنظيميه. دي برضه ترم عايز ايه؟ تعرف وتحفظ، انا هيقابلك كتير قوي في خلال التجهيز. ايه؟ statutory and regulatory requirements. The potential undesired consequences associated with its products and services. العواقب المحتملة غير مرغوب فيها، يعني undesired غير مرغوب فيها. العواقب اللي هي الايه؟ الغير مرغوب فيها، اللي هي the potential and those consequences المرتبطة بالايه؟ بالمنتجات وبالخدمات. ماشي؟ طيب the nature, use and intended lifetime of its products and services. طبيعة المنتجات واستخدامها واللايف تايم بتاعها، يعني اللايف تايم بتاع اللايف تايم اللي هو العمر بتاع البرودكت او السيرفيس، يعني اللايف تايم بتاع اي حاجه، ببيع غسالات، ببيع اي حاجه، لا لايف تايم. والخدمه نفس القصه لها تاثير برضه. خلاص؟ الطبيعه واليوز والانتندد لايف تايم. الكاستمر ريكوايرمنتس شروط ايه؟ او متطلبات العميل. والكاستمر فيدباك. الفيدباك دي اللي هي ايه؟ يعني فيدباك يعني اللي هو رد الفعل. والناس بتقول ملاحظات، لكن هي فيدباك اللي هو رد الفعل بتاع العميل. Note post delivery activities can include actions under اللي هي البوست ديليفري اللي هي يعني الخدمات اللي ما بعد البيع او الانشطه اللي ما بعد البيع او ما بعد التسليم، ممكن تشمل الاكشنز الاتيه اللي هي الانشطه الاتيه. اول حاجه الوارنتي بروفيجنز، الاجراءات بتاعت الضمان، الكونتراكشوال اوبليجيشن ساتش از مينتنس اللي هي الارتباطات الواجبات بقى التعاقديه، اوبليجيشن الالتزامات التعاقديه
زي الايه؟ زي الصيانه، سبلمنتري سيرفيس such as ريسايكلينج، في ريسايكلينج اللي هي ايه؟ اعاده التدوير، اور فاينل ديسبوزل او الايه؟ التخلص النهائي. لا يعني في الوقت بقى الايه؟ اما سنه الضمان، او لو انا قاعد بقى معاك كاوبريشن لازم ده يكون موجود. طيب عندنا هنا كنترول اوف تشانج، بنتكلم على كنترول اوف ايه؟ التحكم في الايه؟ في التغييرات. The organization shall review and control changes for production or service provisions to the extent necessary to ensure continuing conformity with the requirements. على فكرة الكلام ده أنا عارف إن في ناس كتير ما تبقاش مستحملاه. هل الكلام واصل؟ يعني واصل لكم مظبوط؟ يعني الكلام ده أصله يعني في ناس قد تعتقدوا كلام زي ما بيقولوا أكاديمي أو كلام، هل اللغة واصلة؟ أنا عايز بس باشمهندس محمود أو باشمهندس أحمد أو يعني هو يعني مين اللي قاعد ايه بيدير النهارده ياخد راي الناس بس، هل الكلام ماشي سيكونشال ومفهوم وواضح ولا ايه الاخبار في الشات؟ الله يفتح عليكم ما شاء الله. طيب الله يجزاكم الله خير. طيب هل في اي ملاحظه شباب؟ ما فيناش احراج في كان ناظر. هو مش ناظر يبقى اكاديمي، هي دي القواعد يعني دي بالظبط اللي بقول لك يعني ايه ازاي هتعمل حاجه معينه، فدي البرنامج بتاعها او الخطه بتاعتها او السيستم بتاعها. معلش دي في الابلكيشن هتلاقيها يعني النتائج بتاع الكلام ده كله هتلاقي عندك ايه الكواليتي مانيوال ده اللي كنت بتكلم بصدار عليها، وانا محضر عليها كواليتي مانيوال معايا هتفرجوا عليه، ما قدرتش النهارده هخلي اللي جاي هحاول ادبر لكم كواليتي مانيوال، كواليتي بلان، انسبكشن تيست بلان، شويه حاجات كده يعني اللي هي الفعليه بقى الاكشن عشان نعرف دي بتودي لايه. وعلى فكره لو انتوا يعني انا بقى انا يعني لو حابين تحسوا بالكلام ده كويس خشوا على مش اللقاء الاولاني في الاربع خمس دقائق الاخرين، لا في انا اتكلمت على الكواليتي انتروداكشن تو كواليتي في الاول، في لقاء قبل كده كان اللقاء كان تاريخ كام؟ كان اللي هو في بقى ايه في حاجات كتير بسم الله الرحمن الرحيم كان بتاريخ يوم 7/2/2021 نظام اداره الجوده الكواليتي مانجمنت سيستم، يا ريت تبص عليه هيبان فيه يعني الكواليتي ايه المقصود بالكواليتي، وهتم فيه كواليتي بلان وفي تيست بلان يعني كل الكلام ده كله مشروح موجود فيه، موجوده يعني موجوده متقطعه على الـ على الـ يعني مع على الـ على الـ على الشانل بتاعت اليوتيوب. طيب يعني الكنترول اوف شانجز ذا اورجانيزيشن شال ريفيو اند كنترول شانجز فور برودكشن اور سيرفيس بروفيجن تو ذا اكستنت نيسيسري تو انشور كونتينيوم كونفورمتي اوف ريكويرمنتس. الاورجانيزيشن خلينا نتكلم نقول ايه المشروع او الشركه هيراجع ويراقب كل المتغيرات في البرودكشن وسيرفيس provision خلاص للدرجه اللي هي ايه تؤكد الاستمراريه الايه المطابقه مع الشروط. يعني اي حاجه ان انا ايه بكنترول اي تشانس يحصل ان حصل اي تغيرات في السكه سواء في خامه في عمليه في اي حاجه يبقى ايه هتتوافق مع ايه مع المطلوب. Organization shall retain documented information describing the results of the review of changes and the person authorizing the change and also the action arising. برضه دايما بتكلم على ايه؟ documented information بتوصف ايه؟ نتائج المراجعه بتاعت التغييرات
ومين اللي كان اوثرايزد اللي هو المسؤول او ال يعني ال يعني ال او الشخص اللي هو كان بيأذن بالتغيير، الاوثرايزد الاوثوريتي اللي هي السلطه، الانسان كان عنده سلطه التغيير و نسيسري اكشن اراجنج فروم بريفيو، واي اجراءات ضروريه تنشا عن المراجعه. وده لازم يبقى ايه مكتوب ومسجل، وده ايه اوفيشال او ريتن دوكيمنت يعني موجود يعني محتفظ بيه وهو باين وواضح. ريليز اوف برودكتس اند سيرفيسز، الريليز ده هو الانهاء يعني هو الترجمه بتاعتها اصدار او غير ما الانتهاء او انها يعني ايه انا بخلص المنتج بقى عشان اسلمه. يعني هما هنا في فصل دايما ما بين ان انا اخلص الحاجه وان انا اسلمها للعميل. The organization shall implement planned arrangements and at appropriate stages to verify that the product and service requirements have been met. لازم طول ما انا شغال في appropriate stages ان انا في المراحل المناسبه اتحقق من تلبيه طلبات المنتج والخدمه. ان انا بتاكد طول ما انا ماشي ان انا المنتج بتاعي او الخدمه بتاعتي ايه طبقا لطلبات العميل يعني. خلاص the release of products and services release بقى اللي هي انهاء الانتاج والخدمات للكاستمر shall not proceed until the planned arrangements have been satisfactorily completed unless otherwise approved by a relevant authority and as applicable by the customer. يعني الريليز اللي هو تسليم بقى يعني حاجتين، ان انا بخلص الحاجه وان انا بقى ايه بديها للعميل. ان انا لازم يبقى فيه نوع من الخطوه للتاكيد ان اللي انا خلصته ده عشان قبل ما اسلمه للعميل يتشيك عليه كويس، يبقى متاكد ومطابق تماما للايه المفروض ان المستوى العميل ياخده. بس عشان ريتين دوكيومنتد انفورميشن، زي ما بقول برضه زي ما على اي خطوه بنقولها ريتين دوكيومنتد انفورميشن، بتحتفظ بايه؟ بالمعلومات الموثقه. On the release of products and services, the document information shall include. يعني دلوقتي انا خلاص بسلم الحاجه بقى للعميل، هيبقى عندي ايه؟ الدوكيومنت انفورميشن لازم يبقى بيحتوي على ايه؟ evidence of conformity with the acceptance criteria. اللي هو دليل المطابقه لمعايير القبول، ان في ما يثبت في قراءه التسليم ان الايه؟ ان العميل ان المنتج بتاعي او الخدمه بتاعتي مطابقه للمطلوب وايه و للمعايير اللي هي المعايير المطلوبه يعني معايير القبول يعني. traceability to the person authorizing the release، التحكم في اللي هو الايه امكانيه التتبع للشخص المفوض لهم التسليم، ان هو ان في اللي هو بيستلم طبعا ده ايه كل واحد بيعمل حاجه بعد يخلص حاجه في التسليم في الاخر ده، ان البني ادم او الانسان اللي في الاخر هيسلم هذا الكلام للعميل هيكون هو راجع هو كمان يعني هو اخر نقطه في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في السبلاي تشين اللي هو بتطلع الحاجه بتطلع من عندي بقى بتدخل للعميل. يبقى لازم تريس ابيلتي تو بيرسون وسولاجيت تو ريليس، تريس ابيلتي اللي هو الايه المراجعه او ايه التتبع. خلاص كنترول اوف نون كونفورمينج اوتبوتس، هذه نقطه النقطه السابعه اللي هي ايه نون كونفورمينج اللي هي ايه عدم المخرجات غير المطابقه، بعمل عليها كنترول يعني بجتهد او بعمل اقصى اقول ان انا ما يطلعش عندي حاجه نون كونفورمس. نون كونفورمس اللي هي عدم المطابقه، لو انا ماشي اي خطوه عدم المطابقه لازم تتلحق يعني. The organization shall ensure that outputs that do not conform to the requirements are identified and controlled to prevent their unintended use or delivery. لازم الشركة تتأكد المخرجات اللي ما بتتوافقش مع طلباتها بيتم تحديدها والتحكم فيها لمنع استخدامها او تسليمها لغير المقصود. يعني عادة يعني مثلا احنا هنتكلم على ايه؟ هنا نتكلم يعني انت مثلا جالك الموقع خشب هتستخدمه او ماتيريال هتستخدمه
خلاص جت عملت التجارب بتاعتها والكلام ده كله عشان تعملها، ما طلعت غير مطابقه. دي لازم تستبعد فورا من ال... يا اما تستبعد فورا من ال... من ال... من السايت، من المكان بتاع البرودكشن، او يتحط عليها تحوط بشكل معين وان دي لا تستخدم لغايه ما ايه ما يتم تسليم نقلها يعني. خلاص يبقى انا بنشوف الاوتبوتس اللي هي غير مطابقه يعني كونفورمينج، الاشتراطات لازم تبقى ايدنتيفايد، محدده محدده ايدنتيفيكيشن وكنترولد ومتحكم فيها ان ايه انها ما تشتغلش في ايه في اي دليفري. The organization shall take appropriate action based on the nature of the unconformity and its effect on the conformity of products and services. This shall also apply to non-conforming products and services detected after delivery of product during or after the provision services. يبقى لازم الشركه او المنظمه تاخد الاجراءات المناسبه based on the nature، بناء على طبيعه عدم المطابقه. يعني عدم المطابقه دي جت في ايه؟ هل في الماتيريال نفسها؟ هل في مقاس؟ هل في 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 عمق في فتحه؟ هل في اي حاجه يعني؟ او في يعني خلاص اتخذ الاجراءات المناسبه بناء على طبيعه عدم المطابقه، تدل على مطابقه المنتجات والخدمات او على الخدمات. خلاص this also applies to non-conforming، وده برضه بيطبق على المنتجات والخدمات الغير مطابقه. خلاص اللي بيتم اكتشافها بعد تسليم المنتجات او اثناء تقديم الخدمات او بعد. يعني مش بنلاقي احنا احيانا مصنع كبير جدا يقول لك اكتشفوا مثلا عربيات مثلا شيفروليه موديل كذا بتاع الانتاج بتاع الدفعه الفلانيه كذا كذا، طلع في عيب في حته في حاجه في الفرامل مثلا او في الدبرياش او في اي حاجه، يروح عاملين ايه؟ اسمها مصنع بيروح لامم كل ده تجمعه كل ثانيه ويرجعه عنده. ما بيستعبطش بقول ده فيها سمعه. يروح مش بنسمع الكلام ده وبنعرفه، الناس القصه تطلع في اي حاجه. في اي حاجه، اي حاجه. خلاص؟ Organization shall deal with non-conforming outputs in one or more of the following ways. الشركه او التنظيم لازم يتعامل مع اي نون كونفورمنج اللي هو اي مخرجات غير مطابقه بطريقه او بكل الطرق اللي جايه. يعني يبقى معايا عندي نون كونفورمتي، في عندي منتج او سيرفيس نون كونفورم، اعمل ايه؟ يعني واحده من الحاجات دي او كلها في اربع حاجات اهي، يا واحده منهم لو تكفي اخلص او اعمل الاربعه. ازاي بقى؟ اول حاجه واسرع حاجه اني اصلح كوركشن. خلاص؟ الثانيه سيجريجيشن اللي هي الفصل، لو هي مكونه من حاجات كتير وبشيل منها حاجه، لو هي مثلا يعني علبه مثلا اي حاجه او حاجات متشابهه او الاخر، بعمل ايه؟ سيجريجيشن، بشيل الحاجات اللي هي مش مظبوطه، الفصل او الاحتواء كونتينمنت، او ان انا احتويها يعني باخدها بشكل او باخر، ريتيرن او ارجعها، او سسبنشن اوف بروفيجن اوف برودكت، او ايه؟ او اعلق تسليم المستندات او الخدمه يعني. يعني اما لو انا بقدم كذا خدمه مثلا مع بعض، في خدمه منهم ما طلعتش مظبوط، يا اما بفصلها او بحتويها او برجعها او الى اخره. خلاص؟ نمره سي لا انفورم ذا كاستمر، انا ابلغ العميل، ما استناهوش بقى يبعت يقول لي ده اصل انت مثلا انت بقى يعني لو افرض محل بياخد بدل من مثلا مصنع او اي حاجه، ما استناهوش بقى لما يلاقي البدل كل بدل ناقصه زرار. لا، انا اكتشفت الكلام ده الحاجه، اقول له كلمه اقول له خلي بالك البدل جات لك النهارده ناقصه زرار، نص ساعه هتلاقي عربيه عندك واخد هذا الكلام
وجايباه عندنا هنا عشان نصلحها لك، او هيجي لك مثلا واحد او اثنين او ثلاثه هيركبوا الزرار ده. ده انا بقول حاجه يعني ايه، بقربها لاذهاننا يعني كلنا مع بعض. انا ببلغ العميل بقول له انا اسف جدا عندنا كذا 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 كذا. احيانا بيبقى في نوع من الايه، من التعويض للعميل، مثلا احنا مثلا هنعمل لك كذا، هنعمل لك خصم كذا، ليك عندنا مثلا خصم كذا في الحاجه الفلانيه وهكذا. Obtaining authorization for acceptance under concession. في حاجه في المانجمنت انا الحقيقه ما قابلتنيش كتير انا في مصر، او يعني القشره بتاعها مش موجود قوي، اللي هو الايه؟ concession letter او concession report. دي قابلتني اكثر في الحقيقه في لاب بترول. لاب بترول بيحصل ساعات بس يتطبق على اي حاجه. يعني ان انا في 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 اخطات خطا ممكن يتقبل توليرابل. يعني مثلا انتجت حاجه مثلا طولها المفروض تطلع متر 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 متر، فيها فرق ملي، خلاص ممكن تبقى توليرابل. يعني لو العميل شاف انها توليرابل بقى اعمل له اسمها كونسيشن ريبورت او كونسيشن ليتر، ان احنا مثلا وردنا لك مثلا 1000 قطعه من الحاجه الفلانيه، بس فيهم 10 قطع مثلا عارفينهم اهم، فيهم ملي زياده، حضرتك تسمح لنا ان نقول يعني ايه نعديهم بهذا الشكل، لان ده برضه هو ايه ممكن يبقى تبقى توليرابل. اسمها كونسيشن، اللي هو الترجمه بتاعتها امتياز، يعني ايه امتيازات او حاجه. لا ده الترجمه الحقيقيه، ان هي مش كده، هي زي الرجاء. نكتب ان احنا عارفين ان احنا عندنا خطا، بس هذا خطا توليرابل، وبعد اذن حضرتك احنا جاهزين، احنا يعني ايه بنستاذنك ان ده يعني ايه ما يبقاش رفض كامل. ده اسمه كونسيشن ريبورت او كونسيشن ليتر. برضو اما تعرفها دي وتحفظها وتبقى على لسانك في الشركات الاجنبيه هتفرق برضو معاك. يعني التيرمز يكون هو خيرها، الشاطر بقى يقعد عليها ويعرفها ويحاول ينطقها بقى صح، ويحاول ان هو يستخدمها، يعني يبقى هو بيمفروف هيز انجلش وبيكسب فوكابلري ويبقى احسن مننا كلنا. بس ركز عليها، ركز عليها. المرحله اللي جايه مرحله تحدي، مرحله يعني ايه، يا ابقى بقى يعني كوم الفوق زي ما بيقولوا الفرنساويين وواقف مكاني وعمل ازاي، يا اما احنا ايه احنا بنقول وان شاء الله الله الموفق وانا واثق. يعني احنا الناس اللي معانا يعني ايه، هو الناس اللي بيسمعوا او بيشوفوا ان شاء الله باذن الله تعالى يعني ايه يتفوقوا وما يبقاش نفسي لهم، يبقى ناس تجري وراهم عشان تحاول توصل لهم. كونفورميتي زي ما احنا قلنا، هم دول الاربع نقط دول اللي هم ايه، اللي هم لو انا في نون كونفورمينج اللي هي واحده يا واحده من الاربع حاجات دول، يا اما بطبقهم كله لو ينفع. Conformity to requirements shall be verified when non-conforming outputs are corrected. يعني يجب التحقق، الريكويرمنت لازم نتحقق من المطابقه للمتطلبات لما بنيجي نصح النون كونفورم الاوتبوتس. لما باجي اصح الاوتبوت دي، يعني لما اعرف ان عندي مشكله معينه في الاوتبوت بتاعتي اصلحها، لازم ايه اتحقق منها 100%. خلاص؟ طيب. The organization shall retain documented information that، يعني بقى المنظمه بتاعتي لازم برضه، او الشركه بتاعتي او المصنع بتاعي لازم ايه يحتفظ بايه؟ يحتفظ بدوكيومنتد انفورميشن اللي هو المعلومات الموثقه، ان ايه؟ بتعمل ايه؟ المعلومات دي بيبقى موجود فيها ايه؟ هو كل الكلام ده كله بيتحول لنماذج. يعني النماذج دي مش بتتعمل كده، ده في برضه فرع من فروع اداره المشروعات، هاو تو ديزاين ا فورم. يعني ممكن تصنع اي فورم بره، انك يبقى عندك التالنت بتاع، يعني عادي
انت بالخبره وبالشغل وبالعلم وبتشوف بتتعامل ازاي، يعني الحاجات دي احنا كلنا اتعلمناه. يعني فانا بروجكت مانجر دخل في حته في موضوع طلع عليا، يا ما عملنا فورمز كامله لاي موضوع، ممكن موضوع ما بقاش موجود حتى في اي سيستم ولا اي حته قبل كده، انا بقى انفنتد. ودي عادي، يعني مش اختراع ولا هي مثلا موهبه ولا في حد اسمع، لا انت بالعلم يعني ديسكرايب، يعني هل اوريجينال ريتين دوكيمنت انفورميشن ده ايه؟ يعني هعمل نموذج ديسكرايب ذا نون كونفورميتي، بوصف الايه؟ عدم المطابقه. ديسكرايب ذا اكشن تيكن نون كونفورميتي اهي، وادي خط الخط اللي وراه الاكشن تيك اللي وراه ديسكرايبس اني كونسيشنز اوبتيند. لو انا قدمت للمالك او للعميل كونسيشن ريبورت او كونسيشن ليتر ووافق لي عليها لازم تكون موجوده خلاص. فدي ممكن احطها ايه باربع خانات، ادي الكيس او الكيس نون كونفورميتي، تايتل فوق ديسكريبشن نون كونفورميتي، وبعدين ايه الاكشن تيكن، انا عملت ايه في الاكشن بتاعتي، عملت جواب شيكت الحاجه عملتها، لو في كونسيشن اوبتيند بكتب فيها، يبقى اربع خانات اهو جنب بعض. دي بسيطه جدا، ايدنتيفاي ذا اوثورتي ديسايدنج اكشن ان ريسبكت اوف نون كونفورميتي، بحدد الاثوريتي اللي هي الاثوريتي اللي هي السلطه اللي هي خلتني ايه اخد الاجراء بهذا الكلام بهذا الموضوع. خلاص احنا كده خلصنا الاوبريشن. يبقى احنا قلنا ايه؟ بلان ودو، عملنا بلان وعملنا الدو. الدو عملناه بالفصل ايه؟ 7 و8. هنا بيرفورمنس ايفاليوشن اللي هو التشيك، انا بعمل تشيك بقى بيرفورمنس ايفاليوشن، انا بعمل ايه ايفاليوشن، تقييم للايه للي حصل. طيب مونيتور ميجرمنت اناليسيس اند ايفاليوشن، دول ايه المراقبه والقياس والتحليل والتقييم. نقط بقى جنرال، دي هتبقى اخف من الكلام اللي فات شويه بتاع عمل الشركه. الاورجنايزيشن اللي هو الشركه او المكان او التنظيم هيحدد ايه بقى what needs to be monitored and measured. خلاص ايه الاحتياجات اللي عايزه تعمل لها مونيتورنج؟ خلاص ايه اللي لازم نرصده او نقيسه؟ يعني دلوقتي انا خلاص المنتج بتاعي خلاص عمل خططته وايه؟ عملت له بلان ودو، هنا بقى تشك، انا هتشك ايه بقى؟ ان ده وده ايه ده؟ هل هتشك على مقاس؟ على لون؟ على تجارب معينه عليه؟ وهكذا. سؤال ديترم وات نيدز تو بي مونيتورد اند ميجر، هل انا انيد ان انا اقيس مثلا المنتج اللي انا بعمله ميجرمنت او لونه او استخدامه او اي حاجه فيه، يعني لازم احدد. The methods for monitoring measurement analysis and evaluation needed to ensure valid results، الطرق بتاعت المراقبه والقياس والتحليل والتقييم اللازمه لضمان نتائج صحيحه. يعني بس دي واضحه، انا هعمل ايه؟ هيبقى في اجراء، يعني ان انا الكاركترستكس بتاعت في الديزاين بتاعي انا كنت بعمله بمقاس معين بلون معين بطبيعه معينه باي حاجه بقى حاجه معينه، انا دلوقتي بشيك عليه وانتجته. فانا دلوقتي بعمل ايه؟ هقارن ما بين ده وما بين ده ازاي؟ هي دي بقى الطرق، هعمل تعملها عمليه اساسيه ازاي؟ في طرق كتير قوي. خلاص when the monitoring and measuring shall be performed، امتى هعمل مونيتورنج والميجرنج؟ لازم ابقى عارف، هل during البرودكشن ولا في الاخر؟ في حاجه طبعا during لازم، وفي حاجه في الاخر. يبقى انا بقول مثلا انا بعمل القياسات دي مثلا بقيس قبل ما ادهن مثلا قبل ما اشطب. خلاص اللون والكلام ده والدرجه والكلام ده كله بعد ما اشطب وهكذا. يعني لازم يبقى في الخطه نفسها البلان نفسه بتاع الايه؟ في الانسبكشن اند تيست بلان يبقى في الكلام ده. When the monitoring and measuring shall be performed. When the results from monitoring and measuring or measurement shall be analyzed and evaluated. امتى النتائج بتاعت المونيتورنج
يعني امتى امتى بيتم التحليل وتقييم النتائج، امتى بيتم التحليل بقى والكلام ده كله وتقيم، يعني امتى بعمل المقاسات وامتى بقيمها؟ هل بقيمها وراها على طول دي بقيم دي ولا دي؟ ولا بعد المواد معينه او حاجه؟ يعني دايما كل خطوه دي سيكونشال منطقيه. خلاص؟ The organization shall evaluate the performance and effectiveness of the quality management system. The organization shall retain appropriate documented information. سواء دايما هتسمع كلمه ايه؟ documented information as evidence of the results. يبقى ايه؟ يجب على المنظمة أو على الشركة أو على المقاول تقييم البرفورمانس، تقييم الأداء وفعالية نظام إدارة الجودة، لازم تقييم نظام كل شوية. خلاص؟ هنتكلم على فكرة برضو، يعني في حاجة اسمها إيه؟ اللي هو في يعني لازم الشركة نفسها عند كل شهر بيتعمل تفتيش داخلي، بيتعمل اوديتورز، يعني اي سيستم اي بيتعمل له الانجو بتاعه اوديتورز جوه الشركه بحيث انهم يبقوا شغالين. هو بيجي لك الاوديتور مثلا تبع تقوى الاتفاق، يجي لك كل ست اشهر اللي هو اللي ادالك الشهاده، يجي ايه يراجع بعد ست شهور او يجي لك بعد سنه تبع الاتفاق بقى تبع العقد. هو عاده بيبقى الاوديتنج ثلاث مرات، يعني مره في الاول ومره في بعد بعد السنه الاولى ومره بعد السنه الثانيه، السنه الثالثه بايه؟ بيجدد الشهاده نفسها. The organization انما انت الانترنال اوديتنج دي مهمه جدا برضو، اي حد بيدرس كواليتي كيو سي لازم يبقى عارف ان هو ممكن يشتغل اوديتر كواليتي اوديتر جوه الشركه يعني. خلاص؟ غير ان في واحد بيبقى اصلا بيسموه اسمه ايه؟ الكلاينت ريب، كلاينت ريبريزنتيف، او اللي هو واحد بيبقى ريبريزنتيف اللي هو الاي كيو سي مانجر الكبير قوي اللي هو اكبر واحد في الكواليتي سيستم، وده بيبقى يعني له يعني ايه؟ عظمه جامده شويه في المكان. The organization shall retain appropriate documented information as evidence of that. لازم المنظمه او الشركه تحافظ ب ب ب ب بالمعلومات الموثقه الكدليل على النتائج. يعني تعرف انها كويسه وكل حاجه، لكن يبقى عندي ايفيدنس ان انا ايه طلعت الحاجات دي مناسبه وتسلم بشكل مناسب. طيب الكاستم ساتسفاكشن اللي هي ارضاء العميل. The organization shall monitor the customer's perception of the degree to which their needs and expectations have been fulfilled. خلاص؟ لازم الشركة أو المنظمة لازم تراقب هنا الكاستمرز بيرسبشن. بيرسبشن الحقيقة في ناس بتترجمها إنها تصورات، هي مش تصورات. البيرسبشن ده إدراك. يعني هنتكلم على السوشيال بيرسبشن، مش فاكر ولا حملنا إلغاء عملنا حاجة في السوشيال بيرسبشن ولا لا. بيرسبشن هو الإدراك. هل العميل درجة إدراك العميل يعني ان احنا لبينا احتياجاته وتوقعاته، يعني هل هو ادرك ان احنا لبينا احتياجاته وتوقعاته ولا ما ادركش؟ خلاص؟ This shall determine the methods for obtaining, monitoring and reviewing this information. ان الشركه او المنظمه او احنا يعني كمنتج للكلام ده كله لازم نحدد ايه؟ طرق الحصول على المعلومات دي عشان ايه؟ ومراقبتها ومراجعتها. طيب know the examples of monitoring customer perception. ازاي هراقب ادراك العميل؟ يعني perception الناس بتترجمها لان هي ايه؟ تصورات. لا مش تصورات، هي ادراك. ادراكه ايه؟ يعني قد تقع فيه تصور بس هو كلمه ادراك اشمل يعني. can include customer surveys. تيجي ازاي؟ ان انا بعمل ايه؟ استطلاع للعملاء. يعني اي عميل دايما عاداتنا دلوقتي برضه بقت حاجه مش بطاله، انك مثلا رحت في محل في في جالك مثلا واحد يعمل لك سيرفيس مثلا بيعمل لك فلاتة في البيت بيصلح لك حاجه، تلاقي الشركه قاعد مكلماك اخبار ايه؟ هل اللي اشتغل كويس؟ هل لك اي ملاحظات؟
هل الكلام ده من الاخر يبقى بيعمل ايه؟ بسطات الاراء العميل. اول حاجه، الكاستمر فيدباك اون ديليفرد برودكتس اند سيرفيسز، ميتنجز وذ كاستمرز. ان انا مثلا يبقى في اجتماعات مع العملاء بتوعي. هي دي اعتقد ان هي عايزه يعني سم تايب اوف بزنس، يعني مش هايبر ماركت مثلا يعمل الكلام ده يعني. يعني ايه؟ اما يبقى يعني الموضوع بتعمل ميتنج، ممكن تعمل ميتنج وذ كاستمرز، ماركت شير اناليسيس. ماركت شير اناليسيس دي مهمه جدا بالنسبه لاي بزنس. يعني اي شركه وهي داخله في 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 نيو بزنس بتبقى داخله متوقعه ماركت شير. يعني انا داخل مثلا اشتغل مثلا هعمل مصنع موبيليات مثلا في اسكندريه، انا لازم ابقى عارف كويس قوي. دي ميزه بقى اللي احنا بنقول عليه دايما الاي تي، لان هو اكثر واحد يقدر يعرف هذا الكلام، يقدر يجمع كل البيزنس اللي موجود والانتاج بتاعه كام. وانا لما باجي افكر اشتغل، انا مش هشتغل كده بلايندلي، بيبقى ماركت شير. الكلام ده بقى في الشركات الكبيره بيبقى مش صعب. يعني هو مثلا قطاع البترول في اي حته السعوديه، بس في شركات شلومبرجي بيكر صيني خلاص. طيب مجموع البيزنس نفسه على بعض، مثلا شركه ارامكو، شركه واحده موجوده هناك، شركه ارامكو دي عندها مثلا شيء بيشتغل كل سنه ب 100 مليار. طيب ال 100 مليار دول عندهم خمس شركات كتير اللي هم بيشتغلوا في مصر. طيب شركه بتشتغل معاها ب 20، شركه بتشتغل معاها ب 10، شركه بتشتغل معاها ب 30، شركه بتشتغل معاها ب 40. ده اللي اسمه الماركت شير بتاع البيزنس. بعمل ماركت شير اناليسيس وانا ماشي بقى طبقا للناس اللي انا معينها وشطارتهم، ممكن يعلى الماركت شير بتاعي وممكن ينزل الماركت شير بتاعي. يعني انا كشركه داخل على اني هدخل على مثلا على ماركت شير لسه بادي معاهم، هعمل اول سنه مثلا ماركت شير 20%، ومش بطلع بقى الكلام ده كله. دي ايه؟ دي ده بزنس. براجع مثلا كل كوارتر، كل ثلاث شهور بيبقى في تارجت معين وبنروح نراجعه، بيبقى يعني ايه بيتحسب وبيتحدد، ومش يعني مش كده يعني كلام محسوب وخلاص. السنه اللي وراها الناس اللي هو بتوعي مثلا في مثلا بيشتغلوا في السعوديه مثلا في البترول، يبقى واحد حيل كده وشاطر وعارف يعمل علاقات كويسه وعارف يعمل كويسه، هياخد ماركت شير من التانيين. ما هي دي بقى ماركت شير. انا ممكن انا داخل مثلا ب 5 6% ماركت شير في شركه، وجابت واحد شاب كويس وبدا يشتغل، فممكن في سنتين ثلاثه تضرب تاخد ماركت شير 50% وممكن اكثر. طبقا لايه بقى؟ بس دي في البيزنس هو واضح، يعني اللي هو مثلا زي البترول، زي السنه دي هي ممكن تعمل في اي بيزنس يعني، بس عايز داتا بقى وعايز دراسه وعايز الكلام ده كله. عرفنا ايه ماركت شير؟ ان انا البيزنس بتاع البلد في السياحه. السياحه دي مثلا دخلها السنوي مثلا مثلا 20 مليار دولار في مصر، 20 شركه دي بتشتغل بنص مليار، دي بربع مليار، دي ب 2 مليار، دي ب 3 مليار، وكل واحد له ماركت شير نسبته، نسبه اللي هو حققه في السنه دي اما يتقسم على الايه؟ على التوتال والضعف المية، يبقى نسبه ده الماركت شير بتاعه. طيب الكومبلمنتس، الكومبلمنتس دي اللي هي الايه؟ اللي هي المجاملات، هو يعني يعني اللي هي يعني لازم يبقى في مجاملات. انا مش ما بقولش حاجه غلط على فكره ولا حاجه حرام، يعني لازم يبقى في اي بزنس في مجاملات، يعني مش برضه مش هدايا اللي هي يعني حصل معانا كتير، يعني هدية لا بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني الله غني يعني واللي بينشف
غلط يعني اذا ايه اذا غضب الله على قوم حرام، واذا اشتد لهم واذا ايه واذا اشتد غضبه عليهم ايه بارك لهم فيه. يعني لو ربنا غضب من قوم بيرزقهم الحرام، لو زاد غضبه عليهم بيزودوا لهم بقى. انما يعني ايه ربنا يبعد الناس كلها عن الحرام، وكل واحد يشرب بما يرضي الله، والانسان ما يستعجلش ياخد حاجه تبقى كويسه باذن الله باذن الله من فضل الله. بشوف شباب جميل في وسطيك، شفناهم في السعوديه، شفناهم في العالم العربي كله، شباب كلهم زي الفل والله. وارنتي كليمز، الوارنتي كليمز اللي هي ايه؟ في خلال سنه في الضمان يبقى في ايه مطالبات، مطالبات الضمان، والديل الريبورتس اللي هي الايه؟ تقارير الوكلاء. يعني لو انا مثلا عملت فندق مثلا في اي هو الفندق اكثر حاجه فيها الكلام ده كله، هو الحكايه الساعه 9 و9 وربع، احنا بقى لنا قد ايه؟ بقى لنا قد ايه دلوقتي؟ مش معقول احنا عايزين نخلص بقى 9 وربع، احنا بادين كام؟ مفيش حد يرد عليا؟ 7:30 يا دكتور. الساعه بدانا 7:30؟ ايه يا دكتور ان شاء الله. يعني احنا ربع ساعه عملنا ساعتين؟ مساعد الله. اصل المشكله ان الكلام ده احنا ممكن نجري قوي اكتر بسرعه من كده، بس انا يعني طيب هو اللي جاي سهل، اللي جاي سهل كلهم، ناخد لهم كم فاضل؟ كم؟ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طيب analysis and evaluation. The organization shall analyze and evaluate appropriate data and information arising from measures and measures. التنظيم بيحلل وبيقيم كل الداتا، كل المعطيات والانفورميشن والبيانات اللي بتطلع من المورت والمشن. The results of analysis shall be used to evaluate. نتائج بقى التحليل ده هيشتغل في ايه؟ دي الانالسيس والفاليوشن اللي هي سهل يعني واقرب للهندسه يعني. Conformity of products and services. الكلام ده كله البيانات دي كلها والداتا دي كلها ايه؟ طبعا هو بيعملها داتا مهندس واي تي وكواليتي وكي اتش سي. لو درجه تطابق conformity بتاعت البرودكت والسيرفيس، degree of customer satisfaction درجه رضا العميل، performance and effectiveness of the quality management system اللي هي performance والeffectiveness بتاعت النظام الكواليتي بتاعي بتاع الشركه. if planning has been implemented effectively لو planning اتعمل صح، the effectiveness and action taken to address risk and opportunities التأثير أو الإجراءات الفعاليات يعني وكده لمواجهة المخاطر والفرص اللي هو إيه؟ الريسك أند أوبورتيونيتي، الريسك اللي هي إيه المخاطر، والأوبورتيونيتي اللي هي الإيه؟ اللي هي زي الأوبورتيونيتي اللي هي الفرص اللي موجودة قدامنا. The performance of external providers المستوى بتاع إيه الأداء، مستوى الاداء بتاع الايه المقدمه الخدمات الخارجيه بتاعتي يعني. طيب the need for improvement to the quality management system ايه الاحتياجات، الاحتياجات للايه للتحسين الكواليتي مانجمنت سيستم اللي هو نظام الجوده بتاع نور. Methods to analyze data can include statistical techniques. مش كان has to include كل حاجه بالستاتستكس دلوقتي، ما ليه سيجما واللي في كي بيرفورمانس انديكيتورز. خلاص الانترنال اوديت ده الستاف نفسه بيبقى فيه معاك انترنال اوديت اللي هو التقرير الداخلي. الاورجانيزيشن شال كوندكت انترنال اوديتس از ات بلاند انترفالز تو بروفايد انفورميشن اون ويذر ذا كواليتي مانجمنت سيستم. يعني النظام بتاع الجوده اللي عندي بيجيني واحد متخصص كل 6 اشهر او كل سنه عشان هو يراجع او كان بيقول له، انما انا وانا باخد بعمل الشهاده بتاعت الايزو يبقى في سبيشال تريننج للناس ازاي تعمل اوديتنج، ازاي تراجع هذا السيستم 3 4 5 حسب حجم الشركه وحسب حجم الانتاج. بيتدربوا ودول بيبقوا ايه اوديتورز. Whether the quality management system
conforms to لازم يتاكد ان الكواليتي مانجمنت سيستم بتاعه يتوافق مع ايه بقى؟ تراديشنال اون ريكويرمنتس مع نظام اداره يتوافق مع نظام الكواليتي سيستم بتاع الشركه والشروط ريكويرمنتس بتاعت انترناشونال ستاندرد الستاندرز تم تنفيذها وحفظها وصيانتها بشكل فعال. طيب انترنال اوديت بروسيس شغال ايه بقى؟ بلان استابلش امبلمنت اند مينتين ان اوديت بروجرام، يبقى عندي برنامج للاوديت انكلودنج الفريكونسي كل قد ايه بيتعمل. انا رايي ما زادش عن صح. الميثودز الطرق المسؤوليات شروط التخطيط والريبورتنج التقرير بتاع تقرير عن كل قسم وتقرير عن كل بروسيجرز معموله ازاي. انا بكلمك دلوقتي كلام خلاص من خبره يعني. Which shall take into consideration the importance of the processes concerned, change affect the organization and results of previous audits. ان انا اقدر ما فيش حاجه اسمها ما فيش قران او قران واحد اللي طلع. يعني ان انا السيستم اللي انا عامله ممكن احنا بنعمله حاجات عايزه تتعدل، عشان كده دايما تلاقي اي بروسيجر يبقى له فيرجن 1 فيرجن 2 او ريفيجن 1 ريفيجن 2. ديفاين ذا اوديت كرايتيريا اند سكوب فور ايتش اوديت. بحدد الكرايتيريا اللي هي المعايير المراجعه ونطاق كل مراجعه، المعايير والنطاق بتاع كل مراجعه. Select auditors and conduct audits to ensure objectivity and the impartiality of the audit process. اختيار الاوديتورز كويس خلاص، وعمليه التقديم تتعمل بموضوعيه وحياديه ودقه يعني. طيب ensure that the results of the audits are reported to relevant management. ان نتائج الاوديت دي انا مش بخلصها، مش بعمل الاوديتنج وبتعلم conformities وبطلع اخطاء وبطلع مثلا ملاحظات عشان اشيلها في الريبورت وعم كمل. لا، لازم تتوجه مين؟ هتروح لمين؟ يعني ما هو كل قسم له مدير والمدير ومسؤول، يبقى احنا عارفين ان النتائج او التقارير هتطلع من الاوديتنج ده هتروح لمين عشان تبقى افكتف صح. Take appropriate correction and corrective actions without undue delay. إن أنا كل غلطة، عشان كده أنا أفضل تماما إن يبقى كل شهر لازم يبقى في كواليتي أوديتنج، مش لازم على كل الأقسام كل شهر، إنما الأقسام المنتجة اللي هي شغالة على طول أنا أفضل كل شهر، عشان إيه؟ مفيش مشكلة تكبر. زي ما أنا أفضل اجتماع كل يوم في شركة المقاولات، عشان إيه؟ المشكلة لما تتحل في ساعتها ما بتتكلفش حاجة. لو اتاخرت يوم بتكلف اكتر، اثنين ثلاثه بس ده اسبوع ممكن ما تتحلش خالص او تتحل يبقى سعرها عالي جدا. طيب اي تيك ابروبريت كوركشن اند كوركتيف اكشن ويزاوت ديلي، ريتين دوكيومنت انفورميشن اند ريزولت اوف ديبليكيشن اوف اوديت بروجرام اند اوديت ريزلتس. ده بقول له برضه اللي هو ايه؟ ريتين دوكيومنت انفورميشن. اي حاجه اقول لك ايه؟ ريتين دوكيومنت انفورميشن، شيل او اعمل عندك ايه؟ اللي هو المعلومات الموثقه، يعني كل معلومات طلعت سواء بوزيتيف او نيجاتيف يبقى معملها توثيق ومشيلها عندك، عشان ايه؟ نوت 16000 واحد فور جايدنس. 16000 واحد اللي هو ايه؟ اللي هو يعني خاص بالاوديتنج يعني. طيب البرفورمانس ايفاليشن مانجمنت ريفيو اللي عم بتكلم عليه دلوقتي، الجنرال توب مانجمنت شال ريفيو ذا اورجانيزيشن كواليتي مانجمنت سيستمز، اللي هو الاداره العليا لازم تراجع الكواليتي مانجمنت سيستمز as planned at planned intervals to ensure its continuous stability adequacy effectiveness and up to the strategic direction of the organization. في استراتيجيك دايركشن، الاداره الاستراتيجيه او الرؤى الاستراتيجيه دي لازم انا بعمل الانترنال اوديت او الاكسترنال اوديت، لازم التوب مانجمنت يعني الشركه
انه اكثر يعني الشركه هي مستفيده. يعني الايزو ده بيتعمل اصلا لما مالك الشركه او مالك المنظمه. اي حد بتشوف يعني احنا ما اشتغلنا شركات اجنبيه كتير. ثاني يوم بنبقى بننتج السيستم واضح عندك، عندك بروسيجرز موجوده تبص عليها تعرف انت بتتكلم مين او الى اخره. انا اجهزه شرط، انا بحط عليه الشرط بتاعي، بحط عليه الاسم وبحط عليه الوظيفه وبحط عليه صوره بحيث يعني ايه احنا خلاص. طيب المانجمنت ريفيو انبوتس، المانجمنت ريفيو شال بي بلاند، المانجمنت ريفيو خلي بالك ان في مانجمنت ريفيو انبوتس شال بي بلاند اند كاريد اوت تيكينج تو كونسيدريشن the status of actions from previous management review. اللي اتعمل اللي هو ايه؟ مراجعه الاداره. مراجعه الاداره بقى، مراجعه الاداره بما فيها الاداره العليا خلي بالنا. يبقى ده هنا عشان كده احنا بنقول هنا ايه بقى، دي النقطه اللي بيقول لك ايه دايما يبقى عندك الايه؟ الدوكيومنتد اللي هي ال 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو الدوكيومنتد انفورميشن بتبان لنا دايما هنا خلاص، ان انت يبقى عندك دوكيمنت بيثبت النتائج اللي عندك او بيثبت الخطوات اللي انت عملتها. فانت هنا المانجمنت ريفيو بيعتمد ايه اول حاجه على ايه؟ اول حاجه البريفيوس مانجمنت ريفيو كانت النتائج شكلها ايه؟ كانت المشاكل ايه؟ والنون كونفورمنس ايه؟ واتعالجت ازاي؟ كل ده الكلام ده كله موجود وموثق موجود جوه السيستم. لما تيجي تعمل اللي وراه بترجع لده، شو حصل تحسن ولا ما حصلش، وتعمل ستاتستيك بتاعتك، هل انت النوكو فورمز زادت او قلت؟ changes in external issues that are relevant to the quality management system. التغييرات في الموضوعات الخارجيه او الداخليه اللي هي ايه مرتبطه بايه؟ بالكواليتي مانجمنت سيستم. كواليتي مانجمنت سيستم اللي هو الموضوع على بعضه اللي هو والسيفتي مانجمنت والسيفتي بلان وكل ما يتعلق بالسبيشال تيست بلانز كان من اول اخر. Evaluation on the performance effectiveness of the quality management system including trends in المعلومات اللي على performance effectiveness اللي هي على ال على ال performance اللي هي على الاداء performance والفعاليه بتاعت نظام اداره الجوده. خلاص؟ بما فيها ايه بقى؟ بما في ذلك الاتجاهات في ايه؟ كاستم ساتسفاكشن اللي هو رضا العميل والفيدباك رد الفعل بتاعه from relevant interested parties. خلاص؟ The extent to which quality objectives have been met. ايه الدرجه اللي الاهداف بتاعت الجوده ايه وصلت لها؟ هدي في المانجمنت ايه؟ خلاص؟ طيب. Post performs conform to the products and services, non-conformities and corrective actions. كل دي حاجات بسيطة بقى. البروسيس اللي هو الأداء العملية ومطابقة المنتجات والخدمات، non-conformity اللي عدم مطابقه صحيه المونيتورنج ريزلتس نتائج الرصد والقياس الاوديتورز ذا بيرفورمانس اوف اكسترنال بروفايدرز ذا ادكوسي اوف ريسورسز ذا افكتفنس اوف اكشن تيكن تو ادكوسي كذا. تستحملوا كمان ربع ساعة حمود؟ في مشكلة في الصوت؟ الصوت مش واضح؟ هو الصوت دلوقتي واضح حلو. هل يا جماعه في امكانيه ان احنا نكمل كمان لمده ربع ساعه؟
لما فيش مشكله احنا لازم هنعمل مره ثانيه عشان نقدم شويه حاجات يعني. خلاص انا عايز بس درجه يعني والكل بيقول تمام يا دكتور. والله والله بصراحه انتوا شباب زي الفل، وباذن الله باذن الله تعالى يعني هتشوفوا الفرق الكبير جدا 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 باذن الله تعالى. لما يدخل الكبسه الجامده هتلاقي نفسك في مستوى يعني اعلى بكثير مما تتخيل، خصوصا لو كانوا بيكلموك اجانب وبيقيموا صح مش بيحقدوا عليك. خلاص؟ طيب نكمل كمان شويه كمان، لسه فيكم نفس. طيب اداره مراجعه المخرجات مانجمنت اوتبوتس، the outputs of the management reviews shall include decisions and actions related to على فكره شمس محمود هنتصرف مع بعض، هبعت لكم بي دي اف للسلايدز دي كلها تبقى عندكم ان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله. عشت تذاكروها ومع اللي فاتت برضه. خلاص ماشي. طيب management review outputs, the outputs of the management review shall include decisions and actions related to management review. بقول ان مراجعه الاداره خلي بالك ده بما فيها الاداره العليا opportunities for improvement بتبين لي فرص التحسين and need any need for changes to the quality management system اي احتياج لتغييرات في المانجمنت سيستم. مفيش حاجه اسمها مفيش تغييرات في ريفيجن 1 ريفيجن 2 ريفيجن 3 الريسورس نيدز. ممكن يبقى عندي حاجات ناقصه، ممكن يبقى عندي ناس محتاج ناس يعني ما عنديش ناس كفايه مثلا لتطبيقات الجوده، ممكن ما يبقاش عندي دوكيمنت كنترولر كويس، ممكن ما يبقاش عندي كمبيوترز كويسه. يبقى انا ايه ريسورس نيدز يعني ايه؟ اورجانيزيشن شال ريتين دوكيمنتد انفورميشن. بقول انا دايما evidence of the results of management review. الريكوايرمنت ريفيو لازم يبقى له ايه؟ انفورميشن، الانفورميشن اللي طلعت منه ودوكيومنتري وتنفع في اللي وراه. طيب الامبروفمنت دي اخر نقطه في الايه في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الموضوع دول. واحد اثنين ثلاثه اربعه دول خمس سلايدز اللي هو امبروفمنت. امبروفمنت ده سهل جدا وبسيط جدا. نركز مع بعض شويه. في حد يقدر يقول لنا نقطه؟ عشان نروح بره الموضوع، عشان هنقفل بقى دلوقتي. ما خمسه سلايدز اللي فيهم الكلام، في حد عنده نقطه قريبه؟ طب في حد صاحي؟ طب نفتح ال ال باشمهندس محمود. باشمهندس محمود. اه باشمهندس. هو الناس معانا ولا؟ اه صحيح اكيد اكيد هنستحمل خمس. طيب عموما طيب خلاص خلينا ايه خلينا نخلص الخمس سلايدز دول. دول التحسين بقى، عشان قلنا بلان دو تشيك اكت. الاكت ده بقى اللي هو الامبروفمنت بقى، نون كونفورميتي اند كوركتيف اكشن. لا خلينا نشوف اللي قبلها. الامبروفمنت الاول جنرال. Organization shall determine and select opportunities for improvement and implement necessary actions to meet customer requirements and enhance customer satisfaction. ان المنظمه نفسها او الشركه هتحدد وتختار الاوبرتونيتيز اللي هي الفرص للتحسين، وانها تطبق اي اكشن مطلوب عشان تعرف العملاء بتاعها طالبين. خلاص this shall include ده هيشمل ايه بقى؟ طيب اول حاجه improving products and services اللي جاي سهل كله قوي، تحسين المنتجات والخدمات عشان تبقى ايه تلبيه المتطلبات to meet requirements as well as to address future needs and expectations، وبرضه عشان تلبيه احتياجات وطاقات المستقبليه. correcting preventing or reducing undesired effects التصحيح او المنع او ريديوسينج او التقليل
يعني بيبقى فيها ساعات افكت معين، تاثير معين، فايه يعني نصلحه، يعني نمنعه، يعني نقلل الاثار بتاعه. سي improving the performance and effectiveness of the quality management system. تحسين اداء وفعاليه نظام اداره الجوده، اداء performance اللي هي الاداء، والفعاليه النظام النوت الرابطه بقى كوركشن، يعني improvement بيحصل ازاي؟ ان انا ممكن اعمل تصحيح، ممكن البروسيدجرز، ممكن اي حاجه في الريسورس، اي حاجه زي ما كنا بنتكلم دلوقتي. طيب يا كوركشن، يا اما كوركتيف اكشن، يا اما ان انا بعمل اجراء تصحيحي، يا اما كونتينوال امبروفمنت، لا ده انا ماشي كويس كل حاجه بس ايه بحسن، عايز احسن، بدل ما انا كنت بنتج مثلا 15 يونت في يومين اخلصهم مثلا في يوم ونص، بدل ما انا كنت بخلص مثلا 15 يونت في يومين اخليهم 20 في يومين وهكذا. لو كونتينوال امبروفمنت يعني انا مستواي كويس وطلعت محقق كل اللي عندي، بس انا عايز اعمل ايه؟ تحسين مستمر. ده ما بيقول كواليتي ايه؟ الكواليتي دي رحله، رحله جميله، واللي يمارسها ويعيشها ويقتنع بيها ويعملها صح ما بيزهقش منها. من امتع واجمل الامور اللي انت بتشتغل فيها يعني، غير ما الناس فاكره. بريك ثرو تشينج، تشينج اللي هو ايه؟ بريك ثرو تشينج اللي هو التغيير الخارق. يعني ممكن ان انت تحسن حاجه معينه، يعني دي حاجه شخصيه يعني. يعني انا في جهاز انا اخترعته وخدت عملت اختراع دولي بتاع قياس كوانتم مليمتر، ده كان احد انواع التغييرات اللي انا عاملها في الموقع، واحنا ماشي في الموقع القياسات والكلام ده من الاول لاخر، وقلت لا ده هنعمل كذا وفكر كذا واخد مني بورد وبتاع وسجلته دولي كان من الاول لاخر، ده جوه انا جوه الموقع، انا جوه المشروع. فايه لما بتبذل جهد وتفكر، يا ما توقفش دماغك، احنا مش بنشتغل، احنا مش مكن، احنا بشر، وربنا عطينا يعني ايه القدره ان احنا نعمل حاجات يعني مش خوارق، يعني حاجات غير الحاجات المعتاده يعني. انوفيشن اختراع ابتكار، وايه ري اورجنايزيشن، وممكن اعمل ري اورجنايزيشن، خلي بالنا، ودي عادي جدا على فكره، والشركات الغربيه ما بيهمهاش. ويعني انت ممكن انت لو انت عندك مثلا اورجنايزيشن شارت معين، ممكن تلاقي ان انت عندك عيوب عشان الاورجنايزيشن شارت مش معمول كويس، او مش راكب على بعضه كويس، او حد محطوط في مكان مش صح وهكذا. طيب النون كونفورميتي اند كوركتيف اكشن بنتكلم عليها. وين النون كونفورميتي اوكيرز، لما يحصل نون كونفورميتي، لما يحصل عدم مطابقه، including any arising from complaints or business challenge، لما يحصل اي حاجه بما في ذلك اي حاجه بتنشا عن شكاوي بقى، شكاوي عميل يتعين ايه على الشركه او المكان يعمل ايه بقى؟ react to the non-conformity and as applicable، لازم يبقى ايه؟ يحصل ايه؟ رد فعل، لازم رد فعل على عدم المطابقه دي. take action to control and correct it immediately، يعني كل ما رد فعلك كان سريع وفي ساعتها كل ما تكلفه النون كونفورمتي بتبقى اقل، وممكن تكاد تكون زيرو، يعني انت في حته ما غيرتش حاجه، ما زودتش حاجه، يبقى انت ايه؟ عشان كده بقول لك الكواليتي ممتعه يعني، عشان الكواليتي ممتع. ديل وذ ذا كونسيكونسز، التعامل مع العواقب. يعني انا لو انا قلت بقى هشيل ريسك بتاع حاجه معينه عشان تايم عشان اي حاجه، يبقى انت لازم تعرف تتعامل مع العواقب بتاعتها هتوصل لايه. ايفالويت ذا نيد فور اكشن to eliminate the causes of the non-conformity. تقييم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لإيه؟ لإزالة أسباب عدم المطابقة. يعني أنا مش هعالج العرض، أنا هعالج المرض نفسه. يعني ممكن يبقى عندي مكنة معوجة مثلا ربع درجة، هي اللي بتعمل لي المشكلة دي، ما اجيش امسك البرودكت بقى حتى او عالج زي بالظبط. واحد عنده صداع هياخد مسكن صداع، لا اعرف الصداع ده من ايه؟ من النظر ولا من الودان ولا من المعده ولا من الاكل ولا من ايه؟ يبقى انت تعالج الايه؟
اليمينيت ذا كودز اوف ذا كونفورمنس، بتلغي او بتعالج او بتزيد سبب اعاده على المستقبل عشان ما يتكررش في مكان تاني. خلاص. Reviewing and analyzing the non-conformity. لازم أراجع وحل عدم المطابقة. Determining the cause of non-conformity. بحدد أسباب عدم المطابقة. Determining if similar non-conformity exist. بحدد إذا كان فيه عدم مطابقة يعني شبه اللي حصل دي قبل كده، أو could potential occur، أو ممكن تحصل يعني تحصل زيها بالضبط. Determining if similar non-conformities exist or could potentially occur. إذا كانت في حالات عدم مطابقة زيها أو إيه أو يمكن إنها تحدث. طيب. When a non-conformity occurs including any arising from complaints, organization shall. هو ده الرول ده بقى استكمال اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي. Implement any action needed. إن أنا أنفذ أي إجراء مطلوب، ما كسلش، مش لا فوت دي، لا ما تعملش دي، لا انا عملت التحليل والكلام كله، انا قلت لازم اشيل الحته دي واعمل الحته دي واعمل دي ودي الاول ودي الثالثه، يبقى في ايه؟ في بلان انا هصلح ازاي؟ خلاص؟ ريفيو ذا افكتفنس اوف اني كوركتيف اكشن تيكن، براجع تاثير بتاعت ايه؟ اي اجراء تصحيح اخذته، لما عملت اجراء تصحيح ده هل الكواليتي زادت ولا الكميه زادت ولا الوقت اقل؟ يعني عارفين ايه؟ تاثير كوركتيف اكشن اللي انا اخذته. ابديت risks and opportunities determined during planning if necessary. يعني بابديت الريسك، بعمل تحديث للمخاطر بقى الفرص اللي تم تحديدها اثناء التخطيط. خلاص؟ اذا لزم الامر يعني. يعني انا وانا بعمل التخطيط افترضت حاجات معينه، افترضت ريسك معين حصل او ما حصلش، يبقى انا باخد الكلام ده كله كدروس مستفاده، وانا بعمل الشغل ده تاني اعمل المنهجيه بتاعتي اظبطها. طيب make changes to the quality management system if necessary. دي اخر نقطه ودي مهمه جدا جدا، ان انا لا يعيبني ان انا ودي ده اللي ما عملش كده يبقى يعني ايه ما عندوش ثقه في نفسه خالص، ويبقى يعني ان انا لا استحي ولا اتكسف ولا اقول ان انا يعني ايه يا اخوانا الكواليتي مانجمنت سيستم اللي عندي عايز اتغير فيه الحاجه الفلانيه باسباب النموذج ده في كذا، الخطوط فيها كذا، يعني انت في خطوات بتعمل خطوات اكثر، في خطوات اقل، وهكذا، ان ما مش عيب ابدا. Corrective actions shall be appropriate to the effects of non-conformities encountered. الاجراءات التصحيحيه تبقى مناسبه للايه؟ للتاثيرات حاله المطابقه اللي تمت ممكن. طيب. non-conformity and corrective action. The organization shall retain documented information as evidence of. خلاص احنا مرجي خلصنا خلص. يبقى احنا قلنا زي ما بنقول ايه؟ المنظمه لازم تحافظ على ايه؟ documented information. لازم في documented information as evidence of ايه؟ يبقى انا بحتفظ بمستندات الخاصه بالمواضيع دي عشان ايه؟ nature of the non-conformities and subsequent action taken. The results of any corrective action. النتائج بتاعت اللي كوريكتيف اكشن لازم بقى ايه دي باينه ودي باينه. الكونتينوال امبروفمنت ده دي اللي هي التحسين المستمر. انا ممكن انا وانا بشتغل زي ما قلنا ان انا الاقي ان انا ماشي كويس، ما عنديش مشكله. انا فاعمل ايه؟ اعمل كونتينوس امبروفمنت، ان انا كل اللي طبقته وكملته وعملته كويس، يبقى انا ايه؟ اعدل بقى ازاي؟ ازود انتاجي ازاي؟ احسن انتاجي ازاي؟ ده هو التحسين المستمر. يجب على الاورجنايزيشن شارك كونتينيو امبروف ذا ستابيليتي ادكوسي اند فيدز كواليتي مانجمنت سيستم. لازم تبقى الشركه باستمرار في التحسين الملائمه والكفايه والفعاليه نظام الاداره. الاورجنايزيشن شارك كونسيدر ذا ريزلتس اوف اناليسيس اند ايفالويشن اند ذا اوتبوتس اوف مانجمنت ريفيو تو ديترمن اف ذير ار نيدز اور اوبورتيونيتيز ذات شال بي ادريسد از بارت اوف ذا امبروفمنت. ان النتائج اللي فاتت كلها هتبقى ايه؟ اجزاء من الايه؟ من الكونتينوس امبروفمنت. احنا كده خلصنا البرزنتيشن، وانا سعيد جدا 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 بصبركم وانكم سمعتوا الحاجات دي. انا ان شاء الله هشوف طريقه وابعت البي دي اف بقى للباشمهندس عمر بشكل او باخر، هشوف هل هيبقى هنقطعه بقى كام حته ولا ايه، بحيث انتوا بقى ايه يعني ايه
تقدروا تبص عليه لان هو الفوكابولاري مهم. بس انصح انكم تسمعوه، تسمع وتنطق، اسمع وانطق. انا زي ما بقول لكم، انا اصلا فرنش سبيكر، يعني اللغه الام اللي عندي لغه عربيه، لغه عربيه فصحى. يعني انا ابن شيخ ازهر، يعني اللغه العربيه الفصحى عندي، والشعر بنكتب نفس وكل حاجه، لكن اللغه الموازيه اللي اتعلمها من صغرنا فرنش. الانجليش معايا، لكن انا بتمنى انكم كلكم ال 30 35 واحد اللي حضروا معانا دول، اللي يعني بعد مثلا كم محاضره كده الاقيكم مع ويج بتكلمني هاو ار يو هاو ار يو جاي، يعني الكلام اللي هو الايه بامريكان اكشن او ببريتش اكشن، بحيث ان انت تقدر تعرض نفسك صح، هيبقى عندك معلومات كويسه بفضل الله سبحانه وتعالى. ده مش غرور ولا حاجه، الحاجات اللي انا اخدناها. انا ممكن اوريكم، انا لسه لاقي دلوقتي دوره كنت بديها في سنه 2000 و2001. اللي بناخده دلوقتي متطور كتير جدا عنها، ومعلومات كويسه وحاجات من البراكتيكال. يعني انا ايامها مثلا خبره 30 سنه، بس دلوقتي بعد خبره 50 سنه. يعني من فضل الله سبحانه وتعالى بنحاول انتوا اولادنا واحفادنا، وان شاء الله الخير كله باذن الله جاي لكم وجاي منكم باذن الله تعالى. انا شاكر جدا جدا جدا، واي سؤال اي سؤال اي حاجه عايزاني انا تحت. شمس محمود، شمس محمود، هل في اي سؤال؟ ما فيش حد عايز يقول اي حاجه. احمد شراره، احمد شراره منين يا احمد شراره؟ ده في اسكندريه، انا دول اخواتنا. والله انتوا اللي جمال، والله يعني كلامكم كله جميل. والحقيقه هو الحقيقه انا برضو المهندس اسماعيل فوزي، هو ناظري واكاديمي، شكله ناظري واكاديمي، هو مش اكاديمي، ما فيش حاجه بتقدر اسمها اكاديمي او ناظري، لا الكلام ده كله انت في التطبيق. يعني انت بيجيلك واحد بتاعك تبتدي تشتغل، او انا محضر عندي حاجات الكواليتي مان هجيب لك، والكواليتي مان هوريه لك، الكواليتي بتاعي هوريه لك، تشوف تسمع هوريه لك الكلام ده كله. الله يخليكم يا بابا، مراجعة كويس، تحت أمركم تحت أمركم. ممكن نعمل أسئلة، واللي يذاكر كويس يسأل، وامتحنا حاجة كويس حاجة كويس. لا الله يفتح عليكم، الله يفتح عليكم. أنا سعيد بكم جدا والله. في رابط حضور يا باشمهندس محمود. مثال على عمل الأوبي، مثال على عمل ايه اللي مكتوب؟ مثال على عمل او بي. الاو بي اللي هو ايه بقى؟ الاو بي ايه؟ الاو بي قول لي ده هو ايه؟ مش عارف الصراحه هو ده اللي مكتوب. طب ما يقول لي بس، يعني ممكن شوف مين وادي له المايك، افتح له المايك يتكلم. باشمهندس روماني حضرتك مش عنصر روماني. طب ده ممتاز. الاوبريتنج بروسيجرز الايه؟ الاوبريتنج بروسيجرز. لا هي البروسيجرز عموما، البروسيجرز انا يا ما قوي ده، دي من اسهل ما يكون، اسهل ما يكون، اسهل ما يكون، اسهل ما يكون، اسهل ما يكون. انا يعني ان شاء الله هجمع شويه بروسيجرز، هجيب لكم كاش شركه كبيره قوي على فكره، شركه بتشرب بمليارات هنا في مصر، دي اخر حاجه كانت معايا، وهوريها لكم، هوريكم الكشف بالبروسيجرز. وعلى فكره دي شركه واخده ايزو 9000 واحد، وواخده ال 14000 بتاع البيئه، وكانت واخده 18000 اللي هو بقى اسمها 35000 دلوقتي بتاعت السيفتي والهيلث. البروسيجرز طبعا هوري حاجه وحاجه، هجيب بروسيجرز وهوريها لكم موجوده ازاي ومعموله ازاي. وان شاء الله ضروري ضروري باذن الله ضروري، يعني احنا جايين محاضره ثانيه. انا كنت محضر لكم النهارده الحقيقه كواليتي مانيوال اوريه لكم،
ازاي بس؟ خلاص يعني كفايه عليكم كده النهارده، وباذن الله هنشوف طريقه. فرانز احمد، هو انا ممكن ابعت اصل دي كلها حتى حاجه واحده، ابعتها بي دي اف توزعها عليهم ولا ايه النظام ولا ايه؟ هشوف على المهم، هشوف حتى لو قسمتها اشوفها تنفع ازاي وابعتها باذن الله. باذن الله احنا خلصنا الايزو نفسه، خلصناه 9001 يعني. في طبعا في 14000 مش هتكلم عليه على البيئه، وفي دي اللي عايز يشتغل في الكواليتي بقى هنقول له ممكن يشتغل فيها ازاي يعمل فيها ازاي. في حاجات مرتبطه طبعا يعني ايه اللي هيتعمق بقى في الكواليتي، بس انت كمدير المشروع لو انت تعرف 9001 الف خيرك، لو حاجات تعرف الثانيه سهله ان شاء الله باذن الله تعالى. بروسيدرز ان شاء الله باذن الله تعالى اي ويل دو ماي بيست، المحاضره الجايه اجيب لكم كواليتي مانوال ونجيب كام بروسيدر كده نفرجها لكم نقول لكم ده ايه وده بيعمل ازاي بيتعمل ازاي سيناريو بيتعمل ازاي وايه تاني. بس انا عايز منكم حاجه بقى، يا ريت يا ريت ادخلوا على اول محاضره اتعمل، انا قلت لكم عليها كانت تاريخ كام، خشوا عليها خدوها من الاول وراجعوا على اللي احنا عملناهم دول برضه، راجعوا عليهم مش مجرد انت تبص على البي دي اف، لا اسمعوا. لان خلي بالكم من حاجه برضو على فكره، لا انا دي اول مره اديها على فكره، او اديتها مره قبل كده وحاجه يعني، يعني انا مفيش محاضره بديها زي الثانيه يعني التواجد يعني انتوا بصراحه يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى زي ما بيقول ايه، كان اللقاءات دي ارسال واستقبال. ممكن الارسال يبقى قوي جدا، الارسال قوي جدا والاستقبال مش قوي، فيبقى يعني زي الراديو بتاع زمان يبقى جالك ارسال جامد، او زي دلوقتي ارسال جامد والجهاز ضعيف. انما انتوا ما شاء الله عليكم انا لاقوا جامد يعني الحقيقه يعني مستقبل جامد وقوي جدا، فانتوا بتخلوني يعني بيطلع حاجات ما بتطلعش مع حد تاني. فانا شاكر لكم جدا، وباذن الله هيبقى لنا لقاء تاني بقى هناخد نحط فيه. واللي عايز اي حاجه اي حاجه ذاكروا، هي مش قصه ذاكره مش تحفظ يعني، افهم اللقاء اللي هو كانت يوم 7/2 اللي هو الايه كواليتي مانجمنت سيستمز، بص عليها وبعدين ادخل على الايه اللي هو الايه الجوده اللي احنا بنشتغل عليها من تاريخ من يوم 30/5، 1 2 3 4 5 6 يا الله يا الله، يعني انتوا عندكم 7 لقاءات دلوقتي في الكواليتي، 21 ساعه. لا بس كويس كويس كويس، الكواليتي من اهم الحاجات عشان دي مش احاولوا تبصوهم، واللي له اي سؤال يكتبه، وباذن الله نلتقي معاكم باذن الله اذا كان ربنا سبحانه وتعالى سمح لنا باذن الله. وهحاول ابعت البي دي اف بتاع البرزنتيشن ده، هشوف طريقه يعني، واللي بعته على 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 فايل واحد او على فايلين، هشوف يعني هشوف حجمه هيطلع كام. ماشي، شاكر جدا جدا جدا، واستودعكم الله، وانا سعيد ان انا عملت الكلام ده معاكم، انا حاجات مهمه جدا، واي يعني ده ينفعك لو انت فكرت تعمل ماجستير هينفعك في البروجكت مانجمنت، او حابب تعمل دكتوراه، عايز تعمل اي شهاده هتلاقي نفسك عارف يعني ايه يعني ايه ايزو 9001 اللي هو السيستم، وات ذا سيستم، وايزو تاني هتيجي تدرسه هتلاقيه تقريبا نفس الموضوع، وهتلاقي ده بيسهل لك كل حاجه عنك. وربنا معاكم، ربنا معاكم، شكرا جزيلا، تمام؟